الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله النبي الكريم. وبعد، مرحبا بكم طلبة العلوم والتكنولوجيا الدارسين بنظام التعليم عن بعد. برنامج المقرر معكم لهذه السنة بحول الله سيكون حول قانون العقوبات العام. قانون العقوبات العام مع الدكتور إسماعيل نجاز، فمرحبا بكم جميعا. وقبل أن أبدأ، يعني لكم فسحة المناقشة والتدخل والاستشكال والسؤال في أي يعني في أي محطة نكون فيها، وأنا في خضم من الشرح. من يكون لديه تساؤل أو أي شيء يعلق عليه، إما برفع اليدين أو بإرسال الرسالة على علبة الرسائل. نعم. مقرر قانون العقوبات العام. نعم، هذا المقرر يشغل كتابين اثنين، وبالتالي فهو طويل، وأنا قد طلبت من من اللجنة أو المجلس العلمي أن أضيف لقاءين إلى 4 لقاءات المبرمجة. إذا فستكون لقاءات هذا المقرر ب6 لقاءات. إن شاء الله سنحاول في هذه 6 لقاءات أن نحيط بأغلب قضايا ومسائل ومباحث قانون العقوبات العام، بمعنى لا ينفرد منا سوى بعض القضايا التي يعني غير مهمة إن صح التعبير، أو لا تحتاج إلى شرح طويل، تجدونها ضمن المقرر لديكم. اللقاء الأول سيكون حول مدخل لدراسة الأحكام العامة للجرائم والمستند التشريعي لأحكام التجريم. يعني هذا اللقاء سيضم وحدتين من الجزء الأول من قانون العقوبات العام. الوحدة الأولى مدخل لدراسة الأحكام العامة للجرائم، والوحدة الثانية المستند التشريعي لأحكام التجريم. نعم، سيكون لديك عزيزي الدارس والطالب في نهاية هذا اللقاء معرفة أو إحاطة على الأقل بتعريف الجريمة والجناية، ثم بأقسام الجرائم من حيث نوعها، ثم مبدأ شرعية التجريم والعقاب تستند على أي شيء، وأيضا السلطان الزماني للنص الجنائي، وأخيرا السلطان المكاني للنص الجنائي. وطبعا عبر كل هذه الخماسية التي ستستغرق منا لقاء هذا اللقاء الأول، ستكون دراسة مقارنة بين طبعا الشريعة والقانون، حتى تكون الدراسة يعني مركبة، تكون الدراسة مركبة وتكون الدراسة يعني دسمة. لماذا؟ لأن الدراسات المقارنة تقريبا تحمل دائما تلك الوفرة المعلوماتية والنقاشية وحتى العقلية. يعني أنا أمام مخيلتين أو عقلين، عقل فقهي وعقل قانوني. لا شك أن هذه المقارنة ستعطي لنا يعني تعميقا أولا في هذا المقرر، والشيء الثاني تعطي لنا دائما إضافات من هنا وهناك. نعم، الخارطة الذهنية طبعا كما هي أمامكم، حاولت أن أجمع فيها تعريف الجريمة والجناية. في تعريف الجناية لابد أن أعرف الجريمة ما هي وما هي الجناية. نعم، ثم أقسام الجرائم من حيث نوعها أقسام الجرائم من حيث نوعها، وثالثا مبدأ شرعية ومن حيث نوعها لدينا جرائم الحدود وجرائم القصاص، ثم جرائم التعزير. مبدأ شرعية التجريم والعقاب بين الشريعة والقانون، لدينا مبدأ الشرعية في المفهوم الشرعي ومبدأ الشرعية في المفهوم القانوني. رابعا السلطان الزماني للنص الجنائي، سنرى هذا السلطان الزماني كيف يكيف في فقه الشريعة الإسلامية.
وكيف يكيف في فقه القانون وأيضا السلطان المكاني للنص الجنائي. إذا هذه الخارطة. أولا التعريف الاصطلاحي للجريمة. التعريف الاصطلاحي للجريمة، أولا التعريف اللغوي للجريمة بمعنى الجرم أو الذنب مطلقا دون أي تحديد لوصفه. فعندما أقول ارتكب جرما أو هذه جريمة أو جريرة فهو مطلق الذنب ومطلق الجرم دون تحديد لوصفه، هل هو جسيم أو غير جسيم، هل يتعلق بوصف معين أو لا يتعلق، هذا في اللغة عند لغة العرب الجريمة. لكن الجريمة في الاصطلاح لدينا اصطلاح، كما اتفقنا في البداية قلنا ستكون الدراسة مقارنة بين الشريعة والقانون، إذا فلدينا اصطلاحان، هنالك اصطلاح شرعي وهنالك اصطلاح قانوني. فالتعريف الفقهي في الفقه أو الشرعي في الإسلام في التشريع الإسلامي هي الجرائم المحظورة شرعا والتي يلحق بها العقاب، والتي يلحق بها العقاب حدا أو تعزيرا. هنا يمكنكم إضافة، لحظة، يمكنكم إضافة أو قصاصا، أو قصاصا، لأن يعني الحد يختلف عن القصاص، أو قصاصا أو تعزيرا. نعم، إذا هي الجرائم، إذا هي الجرائم المحظورة. عندما نقول كلمة المحظورة بالضاد، بالضاد بمعنى المنع، الحظر هو المنع، أما بالضاء بدون شالة يعني فهو من حضرة، من حضرة يعني جاء أو قديم أو هو موجود، من التحضير للشيء الاستعداد له إلى غير ذلك. أما بالضاء فهي من الحظر ومن المنع ومن التجريم إلى غير ذلك. فهي الجرائم المحظورة أي الممنوعة شرعا والتي يلحق بها العقاب. كل جريمة في الشريعة الإسلامية، كل جريمة يلحق بها العقاب فهي تعتبر، تسمى في مصطلح التشريع جريمة، هذه جريمة لا بد أن يلحق بها العقاب، أن تكون يعني تلحق بوصفين اثنين، أن تكون محظورة شرعا أولا، هذا هو يعني أركان الجريمة في الشريعة الإسلامية، أن تكون محظورة شرعا وأن يلحق بها العقاب وأن يعاقب عليه، وهذا العقاب إما حدا أو قصاصا أو تعزيرا. هذه هي الجريمة يعني في المصطلح الفقهي، عندما نقول جريمة هي محظورة ممنوعة شرعا ويلحق بها العقاب، وكيفية هذا العقاب أو وصف هذا العقاب أو أسلوب هذا العقاب في الشريعة الإسلامية هو ثلاثة أنواع، إما حدا وسنعرف هذا، أو قصاصا أو تعزيرا وسنعرف هذه التعريفات. نعم، أما في التعريف القانوني فهو فعل غير مشروع، كل فعل غير مشروع صادر عن إرادة جنائية تنجم عنه هذا الفعل، تنجم عنه قانونا عقوبة أو تدبير احتراز. هذا التعريف القانوني، هي فعل غير مشروع، وغير مشروع يعني في نظر القانون، فعل غير مشروع في نظر القانون لابد أن يكون في نظر القانون، في نظر القانون عن إرادة جنائية، بمعنى هنا لابد من سبق الإصرار والترصد، بمعنى أن تكون إرادة حقيقية في فعل هذا، فيها غير مشروع. لو كانت لا توجد الإرادة الجنائية، مثلا أن يفعل هذه الجريمة يفعلها إنسان نائم، فالإنسان النائم مثلا لا توجد لديه إرادة جنائية، أو المجنون لا توجد لديه إرادة جنائية. إرادة الجنائية بمعنى المسؤولية، والمسؤولية بمعنى لا ي... أن يكون أن يكون في مستوى هذه المسؤولية، أو أن يكون مسؤولا أمام هذا الجرم، بخلاف النائم أو المجنون إلى غير ذلك، أو الصبي مثلا، الصبي الصغير فهذا لا توجد لديه إرادة جنائية، فهو لا يفعل الجريمة من أجل الجرم أو مريدا لها، وإنما يفعلها فوق طاقته أو لاعتبارات أخرى يراعيها القانون. تنجم عنه قانونا، قانون ماذا؟ عقوبة أو تدبير احترازي، يعني عقوبة مطلق العقوبة أو تدبير احترازي، يعني ربما لا يعاقب لكن تعطى له بعض يعني الجزاءات هي مثل العقوبة، مثل مثلا سورسي ما يسمى يعني يكون قيد مدة معينة، قيد المراقبة أو أي شيء من هذا، بمعنى هي لا ليست عقابا حقيقيا لكنها تدبيرات احترازية. هذا التعريف القانوني. يمكن أن نلاحظ الفرق بين التعريفين أو المقارنة بينهما، نجد أن المقارنة بينهما أنهما يتفقان في الركن المادي للجريمة،
الركن المادي للجريمة ما هو؟ هو فعل، هو الفعل، هو الفعل في حد ذاته. مثلا فلان مثلا قتل، فالقتل هو جريمة. إذن فالركن المادي موجود في التعريف الفقهي وموجود أيضا في التعريف القانوني، وسند الجريمة أيضا موجود سندها. فسندها في الشريعة الإسلامية أنها ممنوعة شرعا، أن التشريع أو الشارع الحكيم سبحانه وتعالى هو الذي حرمها، فهذا هو سند الجريمة. وأيضا في القانون هنالك سند الجريمة بأنه فعل غير مشروع، لكن هذا السند ليس مصدره السماء، وإنما مصدره التكييف الوضعي عن طريق البشر أو البرلمان أو الذين يرون بأن هذا الفعل يعني محرم أو مجرم من حيث الشريعة إلى غير ذلك. إذن فهذا هو معنى سندها. سندها يعني من الذي حرمها أو من الذي جرمها، إما أن يكون في التعريف الفقهي هو الله هو الشارع الحكيم، أو هو يعني اللجنة التي تضع هذه القوانين إلى غير ذلك، فهذا سنده. ثم الإرادة الجنائية أيضا، الإرادة الجنائية كما تجدونها هي مذكورة في التعريف القانوني لكن ليست مذكورة في التعريف الفقهي، لكن هي موجودة، هي موجودة ضمنا. فالإرادة الجنائية أيضا مقصودة، إنما فقط عبر عنها في التعريف القانوني ولم يعبر عنها في التعريف الفقهي، وإلا فهي تراعى، أن الصبي والمجنون وهذه تراعى أيضا مراعاة. نعم. ثم العقوبة المسلطة، إذا هنالك عقوبة مسلطة في الشريعة الإسلامية على الجرائم، إما حدا أو قصاصا وتعزيرا، وهنالك أيضا عقوبة مسلطة في الفقه، لكن تكييف هذه العقوبة ونوع هذه العقوبة يختلف بين الشريعة والقانون كما سنراه لاحقا. التعريف الآن، التعريف الاصطلاحي للجناية، نحن عرفنا التعريف الاصطلاحي للجريمة. الجناية التعريف اللغوي للجناية، جنى فلان على فلان، أو جنى على نفسه، أو أوقع الضرر والخطر بنفسه أو بالغير. هنا الجناية، الجريمة يعني الجريمة هي مصطلح عام. لو الآن خلونا أولا ندرس ما هي الجناية، ثم نقارن بين الجناية والجريمة، هل هما نفسهما أم لا؟ إذا فاللغة من جنى على نفسه، أي أوقع على نفسه الضرر، أو جنى على غيره، إذا أوقع الضرر أو الخطر بنفسه أو بالغير، فإن كان على غيره فهو بغيره، وإن كان على نفسه فهو بنفسه، هكذا في اللغة. هذه معنى الجناية في اللغة، بمعنى مطلق الضرر إما على النفس أو على الغير. الآن نأتي إلى التعريفات الاصطلاحية للجناية. التعريف الفقهي هي جرائم الحدود وجرائم القصاص، هي جرائم الحدود وجرائم القصاص. ثم قال: وأغلب الفقهاء يطلقون على الجنايات فقط جرائم القصاص، ويفردون للحدود بابا مستقلا بذاته. يعني الجناية، كلمة الجناية أو الجنايات تطلق في أغلب مدونات الفقه عند الفقهاء بمختلف مذاهبهم على القصاص، جرائم القصاص فقط. وسنرى ما هو القصاص، ما هو تعريف القصاص، سنرى هذا إذا على ما يتعلق بالقصاص فقط. أما الحدود فلا، وسنعرف ما هي القصاص وما هو الحدود. إذا جاء الجناية في الفقه الإسلامي يعني في أغلب اصطلاحات الفقهاء بأنها تطلق فقط على جرائم القصاص، ما يتعلق بالقصاص بالنفس يعني القتل بالنفس، الدم، أو ببعض النفس يعني قطع أنفه أو قطع يديه، يعني كل ما يلحق الضرر بالإنسان فهو قصاص. إذا كان قتلا فهو قصاص بالنفس، إذا كان غير قتل وهو أذى لحق به فهو قصاص بالأعضاء. إذا هذا هو الذي يطلق عليه فقط جنايات. أما غيرها من الجرائم مثل الحدود مثلا، الحدود لا تسمى جنايات، مثلا الزنا، السرقة، هذه ليست جنايات، هذه تسمى حدود. وغير الحدود هي العقوبات، هي التعزيرات. ما هي التعزيرات؟ هي العقوبات المقدرة من طرف الولي أو من طرف الحاكم أو من طرف السلطة التشريعية أو السلطة القضائية، يحددون التعزير. قال مثلا من سب أخاه، من كذا كذا كذا، يعني يرتبون عليها غرامات أو شهادة تعزير. لا هو قصاص تعلق بالنفس أو ببعض النفس، ولا هو حدود محددة كما ستأتي معنا، ولا هو تعزير. إذن فالجناية في الفقه الإسلامي عندما تسمعون كلمة جناية يقصد بها جرائم القصاص، كل ما يتعلق بالقصاص بمختلف أنواعه كما سنراه. هذا التعريف الفقهي.
التعريف عند القانونيين ما هي؟ ما هي الجناية عند القانونيين؟ لا، الجناية عند القانونيين هي الجرائم الجسيمة. وكيف يعني نحدد جسامتها وكيف نقدرها؟ ما سيأتي. المحددة بدرجة تفوق مدة 3 سنوات سجناء، فتشمل المؤبد والإعدام. هذه هي الجناية، ينبغي أن تكون رتبتها في التجريم أو في العقوبة مدة تفوق 3 سنوات. فإن كانت مدة مثلا سنتين أو سنة ونصف أو 6 أشهر، هذه لا تسمى جناية. فإن كانت العقوبة أقل من ذلك فهي جنحة أو مخالفة. على ما أظن مفهوم. يعني من لديه سؤال أو استشكال يرفع يديه أو يرسل على الخاص. نعم، إذا فالجناية في القانون عند القانونيين، عند القانون ما هي؟ هي تختلف الفقهي. الفقهي الجناية هي القصاص فقط، ما يتعلق بجرائم القصاص، ما يتعلق بالنفس أو بالأعضاء فقط، هذه الجناية. عند القانونيين لا، قضية فلان يقال عليه ارتكب جناية، إذا كان هذا الجرم أو هذا الفعل يعني يفوق 3 سنوات، من 3 سنوات فما فوق، 5 سنوات، 4 سنوات، ويشمل طبعا السجن المؤبد كما يشمل الإعدام، لأن يعني الإعدام أعلى من درجة 3 سنوات. نعم، فإن كانت العقوبة أقل من ذلك فهي جنحة أو مخالفة، المفروض واضح. نعم دكتور، هذه ما حصلت بعضها في الكتاب بتعريفه. لا، هي موجودة، تجدونها. أي تعريف تقصد؟ تقصد التعريف القانوني أم التعريف الفقهي؟ هي موجودة ضمن دكتور الكتاب. أه؟ دكتور تسمعني؟ نعم تفضل. أيوه، يا أغلب يعني بعضها ما حصلت تعريفها بشكل كامل نفس ما مكتوب هنا في الكتاب. نعم، هو أنا أحيانا، نعم أحيانا الموجود في الكتاب مبعثر، تكون المعلومات مبعثرة فأنا أقوم بجمعها. يعني فالذي أقوم به على هذه الشرائح هو تلخيص وجمع لما يبعثر، بمعنى أنا أوفر لكم الوقت. يعني عن طريق هذه الشرائح يمكن أن تستندون عليها، هي توفير للوقت وجمع للمعلومات. أحيانا تكون يعني حتى يعرف لك التعريف الفقهي يمر بك في صفحة أو صفحتين، أنا هذه صفحة أو صفحتين أجمعها في جملة. فهمتني دكتور؟ يا عزيزي، هذا هو المعنى. ويعني أحيانا لا تجدون هذه الأشياء بحرفيتها وبحجمها، لأن هذه ملخصات فأنا ألخص، ولكن هذا التلخيص هو الموجود في الكتاب نفسه، بمعنى لا يتناقض تعريفي مع تعريف ما هو موجود في الكتاب. فقط أحيانا أنا لا أنقل حرفيته. لماذا؟ لأنه أحيانا يكون تعريفا طويلا فيصعب عليكم فهمه بعبارات بسيطة ومختصرة، فأنا أقوم باختصارها وجمعها. إذن فالتعريف القانوني هي الجرائم الجسيمة المحددة بدرجة تفوق 3 سنوات سجنا، فتشمل المؤبد والإعدام طبعا. فإن كانت العقوبة أقل من ذلك فهي جنحة أو مخالفة. ها، هذه توفر عليك ربما صفحة مما ذكره المؤلف في كتابه. نعم طبعا طبعا طبعا، هذا هو القانون المتبع في التعليم عن بعد، أن الشرائح تعطى لكم. يعني في آخر اللقاء إن شاء الله أرسل إلى المنسق، أرسل له الشرائح وهو يضعها ضمن نعم ضمن 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 علبكم، وضمن يعني نعم ضمن فضاءاتكم الإلكترونية. نعم سيكون الآن مقارنة بينهما. ما الفرق بين التعريف الفقهي والتعريف القانوني؟ قال يتفقان على معنى الجرم لكن يختلفان في درجة الجرم. على معنى الجرم بأن هذه جريمة، هذه جريمة، على معنى الجرم أو على مطلق الجرم يتفقان، لكن درجة الجرم يختلفان. هذا هو الاختلاف بين التعريف القانوني والتعريف الشرعي، لكن درجة الجرم يختلفان. نحن في التعريف الفقهي لا توجد لدينا هذه بدرجة العقوبة، وإنما بنوع العقوبة، فنوع العقوبة وليس بدرجة العقوبة. لكن في التعريف القانوني يعلقون مفهوم الجناية بدرجة العقوبة لا بنوعها، مهما كان، سواء كانت قتلا لا ينظرون إلى النوع لكن ينظرون إلى الدرجة.
أما في الفقه فلا ينظرون، ينظرون إلى النوع ولا ينظرون إلى الدرجة. فإذا كانت من نوع القصاص فهي جناية، إذا لم تكن من نوع القصاص فهي ليست جناية، إما حدودا أو تعزيرا. أما عند القانونيين لا، هم يعلقون تعريف الجناية ماذا بدرجتها لا بنوعها، فيقولون إن كانت تفوق العقوبة درجة 3 سنوات فما فوق فهي جناية، إذا كانت من أقل من ذلك فهي جنحة أو مخالفة. ثم إنهم من حيث النوع سنعرف هذا، سيأتي معنا المفهوم. فهمتم هذا التعريف؟ الآن ممكن أن نقارن بين الجريمة والجناية. إذن الجريمة أوسع من الجناية، الجريمة أوسع من الجناية، هذا هو المعنى، أن الجريمة أوسع من الجناية. قد يكون الشيء جريء كل، فنقول كل كل جناية، فنقول كل جريمة هي جناية، لكن ليست كل جناية هي جريمة. فمن يرتكب مثلا جرما درجة عقوبته مثلا سنة في السجن، هذه ليست جناية لكن هي جريمة، هكذا. إذن فكل جناية هي جريمة بالضرورة. لماذا؟ لأنهم يتفقون على معنى الجرم كما ترون، انظروا في المقارنة بينهم على معنى الجرم. إذن فالجرم يشمل كل شيء، لكن قد يكون الشيء جناية ولا يكون، قد يكون جريمة ولا يكون جناية، مثل مثلا تكون درجة أقل من 3 سنوات فهذه جناية، جناية وليست جريمة. نعم، لكن عند الفقهاء الجناية والجريمة، يعني طبعا أيضا عند الفقهاء الجناية ليست، يعني كل جريمة، كل جناية هي جريمة لكن ليست كل جريمة هي جناية. نعم، مثلا الزنا في الفقه هذه ليست جناية وإنما هي جريمة، هي تنتمي لخانة الحدود. نعم، مثلا السباب والشتم هذه جريمة تنتمي لخانة التعزيرات لكن ليست جناية. الجناية قلنا في الفقه هي القصاص فقط، جرائم القصاص، وهكذا في القانون. فمن سب أخاه أو من أعطي 6 أشهر سجنا أو عاما أو عامين فهذه ليست جناية وإنما هي جنحة أو مخالفة، وبالتالي هي ليست يعني جناية وتدخل في عموم الجريمة. لماذا؟ لأن الجريمة تتفق على معنى الجرم مهما كانت درجته ومهما كان نوعه. إن شاء الله وضحت الفكرة. يعني دائما من لديه تعقيب أو لم يفهم شيء يقول يا أستاذ أعد فأعيد إلى غير ذلك، لأن هذه اللقاءات إنما جعلت لمثل هذا المعاني. نعم، الآن مبدأ شرعية التجريم والعقاب في الشريعة. مبدأ، ننظر إلى أولا مبدأ شرعية التجريم في الشريعة ثم مبدأ شرعية التجريم في القانون، في القانون. نعم، مبدأ شرعية التجريم في القانون، أولا يقوم مبدأ شرعية التجريم في الشريعة الإسلامية على الوحي والفهم، والفهم من الوحي. إذا المبدأ الشرعي، يعني على ماذا تستند التجريم، شرعية التجريم أو تشريع التجريم أو شرعنة التجريم؟ نقول هذا فعل مجرم، هذا فعل يعاقب إليه، هذا فعل يعاقب به، هذا كذا، هذا فيه عقوبة كذا، يعني على ماذا يستند هذا المبدأ؟ يستند على الوحي وعلى الفهم من الوحي، لأن يعني الوحي وحده لا يعطي كل شيء، لا بد أن نفهم من الوحي. أي أن مستند التجريم في الشريعة يقوم على النص والاجتهاد، مستند التجريم في الشريعة يقوم على النص والاجتهاد، وسنعرف هذه الأشياء بالتفصيل. أولا النص، ما هو النص؟ النص نعني بالنص أو تعني بالنص الوحي، يعني تعني أيها الطالب بالنص الوحي قرآنا وسنة، أو تعني أيها الأستاذ بالنص، بالنص قرآنا وسنة، هذا هو النص، هو القرآن والسنة. طبعا القرآن كله صحيح ثابت، يعني قطعي الدلالة لكن ليس قطعي الثبوت، قطعي الثبوت لكن ليس قطعي الدلالة، فالدلالة فيه ما هو قطعي وفيه ما هو ظني، والسنة ظنية الدلالة وظنية الثبوت أيضا، فمن حيث ثبوتها ثبتت بالآحاد، بالآحاد لكنها ظنية، حتى ولو كانت صحيحة فهي ظنية، وأيضا هي ظنية الدلالة لأنه ليس كل ما هو موجود في الأحاديث يعني يفهم من ظاهره، بل لابد من إعمال الاجتهاد. بمعنى النص، النص هو القرآن والسنة، القرآن والسنة الصحيحة، طبعا السنة الضعيفة والموضوعة لا يعمل بها، حيث ثبت القصاص ومختلف الحدود بالنص القطعي من القرآن والسنة، مثل النفس بالنفس
والجلد والديات إلى غير ذلك من أنواع العقوبات. إذا هذا هو النص، والنص كما قلنا نفصل فيه، يعني بمعنى أن القرآن والسنة يختلفان، ليسوا هما واحد. القرآن قطعي من حيث ثبوته. شنو الثبوت؟ السند، الرواية، كيف جاءنا القرآن؟ هل هو قاطع قطعي من حيث هذا الثبوت؟ هل هو ثابت قطعيا أم ليس ثابتا قطعيا؟ نقول ثابتا قطعيا. لماذا؟ لأنه ثبت بالتواتر. ما هو التواتر؟ هو أنه نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم أمة عن أمة عن أمة إلى يومنا هذا. فنقله عن النبي ليس صحابيا واحدا أو اثنان أو ثلاثة، بل مئات وآلاف الصحابة نقلوا القرآن عنه مشافهة صلى الله عليه وسلم. ثم التابعون أخذوا هذا القرآن عن الصحابة أيضا، ليس تابعيا أو اثنان أو ثلاثة، بل أمة ألوف، وهكذا تابع تابع، وهكذا كل جيل يتلقى القرآن عن جيل إلى يومنا هذا. إذن فهو قطعي من حيث الثبوت، فهو ثابت بالدليل القطعي اللي هو التواتر. ما هو الدليل القطعي؟ هو التواتر. أين يقع هذا التواتر؟ في السند، في سنده، في روايته، في الرجال الذين حملوا هذا القرآن مشافهة جيلا عن جيل. فهؤلاء كانوا كثر، والتواتر يستحيل. التواتر هو أن ينقل الكلام أو الرواية جيلا عن جيل أو قوما عن قوم، يستحيل كذبهم. يعني مستحيل آلاف الصحابة كلهم كذبوا، وآلاف التابعين كلهم كذبوا. إذن فهذا هو، وهذا هو معنى قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذا هو الحفظ، أن الله تكفل بحفظه بأن جعله متواترا، والتواتر هذا ينفي عنه كل تمزيق أو وضع أو كذب أو زيادة أو تحريف أو نقصان إلى غير ذلك، فهو محفوظ بخلاف السنة. خلونا في القرآن، هذا من حيث فهو قطعي من حيث الثبوت، أما من حيث الدلالة ففيه ما هو قطعي وفيه ما هو ظني. يعني الدلالة يعني الفهم، بمعنى هل الآية تعطينا مباشرة الحكم دون إعمال أي فكرة أو أي اجتهاد أم لا تعطينا؟ فإن كانت الآية تعطي لنا الحكم بمجرد قراءتها فهذا يسمى قطعي الدلالة، فهو قطعي في دلالته، يعني فيما يدل عليه، لا يختلف فيه اثنان. أما إذا كان يعني قراءته يعني لا تعطي لنا أو لا تنتج لنا دلالة قطعية، إذن فهو ظني الدلالة. مثلا قوله تعالى: قل هو الله أحد، أو لا إله إلا الله، فهذا قطعي الدلالة، بمعنى كل من يقرأ هذه الآيات يستدل يعني بكل بساطة بظاهر الحكم أن الله واحد ليس اثنان. وقول: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، واضح هذه الآية أنها تدل دلالة قطعية على أن الله واحد. فلا يمكن أن يأتي أي إنسان مهما أتي من العلم قليلا أو كثيرا، مهما اختلفت معه أو اتفقت معه على هذه الآية لينظر إليها مباشرة، لا يقول لك: لا، الآية تدل على أنه فيه إلهين أو ثلاثة. لا، كلهم يقولون، يجمعون على أن الله إله واحد بناء على هذا النص. هذا قطعي الدلالة. لكن هنالك ظني الدلالة. ظني الدلالة مثلا قوله تعالى، مثلا ظني الدلالة كثير جدا، كثير جدا الآيات التي اختلفوا فيها. مثلا قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، هذا فيه ظني الدلالة ليس قطعي الدلالة. يعني فيه ما مثلا، نأتي مثلا إلى آية أخرى قوله تعالى مثلا، مثلا يعني ما هو ظني الدلالة، معنى اختلفوا فيه، مثلا واللذان ياتيانها منكم فآذوهما، يعني هل يقصد هنا واللذان ياتيان، لأنه كان يتكلم عن الزنا، هل يقصد الزنا أم يقصد اللواط؟ فهنا اختلف الفقهاء. مثلا قوله تعالى مثلا قوله تعالى مثلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة،
فمن لم يجد فصيامه، وتحرير رقبة، اختلفوا هل هي رقبة مؤمنة أو رقبة غير مؤمنة إلى غير ذلك. فهذه ظنية الدلالة، لأن تعطي الدلالة محتملة، مثلا قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، ها، برؤوسكم وأرجلكم، فهل الرجل تمسح أم تغسل؟ اختلفوا بناء على أن النص في حد ذاته ظني يحتمل إلى غير ذلك، وهكذا من الأمين. أما السنة فالسنة أغلبها 99.99% فهي ظنية الثبوت، لم تثبت لنا بالتواتر، بل العلماء قالوا أن الأحاديث التي ثبتت بالتواتر حوالي 4، بعضهم قال 10، بعضهم قال 20، بعضهم قال 15، بعضهم أكثر من أوصلها إلى 30، وهو الإمام السيوطي، بمعنى أنها متواترة، يعني رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم أجيال من الصحابة، آلاف وهذو آلاف وهذو آلاف، يعني هذه يعني حديث بسيطة جدا تتراوح على الأصابع، مثلا من بينها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا حديث متواتر ثبت بالتواتر، يعني نقله جيل عن جيل هكذا. نعم، أما أغلب 99.99 من آلاف الأحاديث فهي ظنية الثبوت. كيف ظنية؟ يعني ليست متواترة، بمعنى رواها الواحد عن الواحد، يعني مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم رواها عمر، وعن من التابعين مثلا سعيد بن المسيب رواها عن عمر، وهكذا، يعني واحد عن واحد عن واحد عن واحد. وهذا حديث ظني، فكل ما لا يكون في مستوى التواتر فهو أحادي، وما دام كان أحاديا فهو ظني بالضرورة. وأيضا من حيث الدلالة، أغلب نصوص النبي صلى الله عليه وسلم هي ظنية الدلالة، وفيها أيضا ما هو قطعي الدلالة، مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا، هذا قطعي الدلالة، واضح واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أن من يكذب عليه في حديثه فهو ماذا؟ فليتبوأ مقعده من النار. وهنالك أحاديث كثيرة أيضا وظنية، هي مثل القرآن، يعني من حيث الدلالة مثل القرآن، فيها قطعي وفيها الظني من حيث القرآن، لكن غير القرآن يعني من ناحية الثبوت لا يختلف. أظن هذه المسألة واضحة. نعم، الآن إذا هذا بالنسبة للنص. الاجتهاد أيضا يستند التجريم على الاجتهاد. قولي كيف الاجتهاد؟ الاجتهاد ما هو تعريف الاجتهاد؟ هو استفراغ الوسع، هو استفراغ الوسع من أجل استفراغ من أجل استنباط هو استفراغ الوسع من أجل استنباط من أجل استنباط أو تنزيل الأحكام من نصوص الوحي. الوحي عرفناه إيش هو؟ القرآن والسنة، ويكون هذا عن طريق المصادر التبعية مثل القياس والمصالح المرسلة وغيرها. هذا هو الاجتهاد. ما هو؟ هو استفراغ الوسع. المجتهد الفقيه يقوم باستفراغ الوسع من أجل ماذا؟ من أجل استنباط أو تنزيل، يعني هنالك فرق بين الاستنباط وبين التنزيل. إن شئتم أن نشرحها أو إن شئتم أن نمر عليها، لا أدري، لأنه هذا تقريبا يعني ضمن أصول الفقه. هل نشرحها؟ هل أشرح لكم الاستنباط والتنزيل؟ واستفراغ الوسع من أجل استنباط أو تنزيل الأحكام من نصوص الوحي، ويكون هذا عن طريق المصادر الأخرى التبعية، لأن يعني القرآن هو مادة خام، السنة هي مادة خام، فأحيانا تعطي لنا الدلالة المباشرة كما رأينا، وأحيانا لا تعطي لنا الدلالة فتكون الدلالة ظنية، فلا بد أن نعمل الاجتهاد. ما هي قواعد الاجتهاد ووسائل الاجتهاد؟ هذه هي الآليات: القياس، المصالح المرسلة، الاستحسان، العرف، سد الذرائع، إلى غير ذلك من أنواع القواعد الاجتهادية. لكن لماذا قلنا الاستنباط والتنزيل؟ الاستنباط لا يكون إلا في النصوص ظنية الدلالة، كما قلنا مثلا قوله تعالى: فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، هل وأرجلكم أو وأرجلكم، هل نمسح الرجلين أم نغسلهما، خلاف عريض وطويل بين الفقهاء. مثلا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، هل النية موجودة أم النية غير موجودة هنا في الوضوء، اختلفوا هل تكون النية أو لا تكون النية. نعم، إذن فهذا الاستنباط، يعني عن طريق توظيف هذه القواعد. أو التنزيل، هذا أيضا اجتهاد، لكن التنزيل يكون
الاستنباط لا يكون إلا في الأدلة ضمنية الدلالة، يعني في النصوص ضمنية الدلالة فقط الاستنباط. أما التنزيل فيكون في جميع النصوص، سواء كانت قطعية في دلالتها أو ظنية في دلالتها. مثلا الله عز وجل مثلا يقول: إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان. هذا دليل قطعي الدلالة في تحريم الخمر. إذن الدلالة هنا تنتج لنا إنتاجا مباشرا بسيطا أن الخمر محرم. لكن مثلا لو آتيكم أنا بقارورة وفيها ماء، ثم نسأل هل فيها، يعني فيها سائل، ليس ماء أو غير بماء، فيها سائل، ثم تقول لي أنت يا فقيه: ما حكم هذه القارورة؟ هل يجوز شربها أم لا يجوز شربها؟ أنا ماذا أطبق؟ أطبق الاجتهاد التنزيلي، بمعنى أنزل النصوص على هذه الحالة فأنظر هل هذا السائل خمرا أو غير خمر. فالتنزيل يقع على النصوص القطعية الدلالة وعلى ظنية الدلالة. فإن كان فأحقق المناط، يعني يوجد لدي أيضا أدلته أو قواعده كيف أنا أنزل الأحكام أو النصوص، سواء كانت قطعية الدلالة أو ظنية الدلالة، على الوقائع. هذا عن طريق يسمى فقه التنزيل، أو عن طريق الاجتهاد التنزيلي. يعني الاجتهاد نوعان: اجتهاد استنباطي يكون فقط في النصوص الظنية، واجتهاد تنزيلي يكون في كليهما، في الاجتهاد الظني في النصوص قطعية الدلالة وظنية الدلالة. هل هناك تساؤل لحد ما قلت؟ يعني لا يوجد إشكال، يعني الشرح واضح أم غير واضح؟ أجيبوني، يعني ما أقوله واضح أم غير واضح؟ واضح واضح واضح. واضح، هي جيد، نعم هكذا حتى أستمر. من لم تتوضح لديه قضية معينة يخبر، نعم، أو يستشكل. تنزيل الأحكام بالنصوص، ويكون هذا عن طريق، إذن الاجتهاد الاستنباطي له أدلته وقواعده مثل القياس، والاجتهاد أيضا التنزيلي له أيضا قواعده وقواعده. هذه تدرس في أصول الفقه. من منكم يدرس أصول الفقه؟ لا تدرسون أصول الفقه في مقرراتكم؟ إلا في نعم. تدرسون، جيد، إذن تدرسون هذه الأشياء في أصول الفقه، يعني من لديه تخصص في أصول الفقه أو دراسات إسلامية، نعم. إذن هذا مبدأ شرعية التجريم في والعقاب. الآن أهمية تقنين الشريعة الإسلامية، أنا لماذا أتيتها هنا؟ لماذا أتيتها؟ بمعنى أنه هو رأيت المؤلف هو الذي أضاف هذه الجزئية ضمن مبدأ شرعية التجريم والعقاب في الشريعة الإسلامية، بمعنى أنه ما دام أن التجريم يقع ضمن النص وضمن الاجتهاد، فلماذا لا تفزع يعني المدونات الفقهية إلى أسلوب التقنين هكذا، لأنه أسلوب معاصر وسهل، بدل من تلك الدراسات المقارنة والجدلية إلى غير ذلك. فتتأكد أهمية تقنين الشريعة ضمن مواد محددة لعدة أغراض. أولا لغرض الاختيار بين المذاهب، هذا الأهم، ما دام عندنا ترسانة من النصوص والاجتهادات وغير ذلك، فجميل أن أحكام الجنايات وغيرها أن تقنن في مواد محددة تكون لغرض الاختيار، لأن الآن المذاهب مثلا مختلفة، حتى في المذهب الواحد مثلا نحن عندنا في الجزائر مثلا المذهب المالكي، في المذهب المالكي لا يوجد قول واحد في المذهب المالكي، تجد في المسألة مثلا 3 أقوال مالكية، فكيف نختار هذا ولا نختار هذا؟ فالتقنين يعني يكون لدي هذه الأهمية لغرض الاختيار، فهو يختار من بين هذه الأقوال قولا واحدا فقط، سواء داخل المذهب أو خارج المذهب، داخل المذهب يعني خلاف المذهب داخل المذهب، أو خارج المذهب يعني بين المذاهب وليس مذهب واحد، بين الشافعي ومالك وأبو حنيفة وهذا، أو داخل المذهب بين أصحاب المذهب الواحد، أصحاب مالك إلى غير ذلك وتلاميذه والكتب التي ألفت داخل المذهب. فالتقنين مهمته هو لغرض الاختيار بين هذه المذاهب، مع أن نقتصر على قول واحد أو مذهب واحد ونجعله هو الذي يصار إليه القضاة في المحاكم وتتعلق به الحقوق، لأنه لا بد من التشريع. نحن عندنا قاعدة في الشيء تقول: الحاكم يرفع الخلاف. يرفع الخلاف لماذا؟ حتى يحفظ للناس حقوقهم. لو كان في المسألة الواحدة خلافات معينة لا يمكن أن نحفظ للناس حقوقهم، ربما يأتي هذا ويقول: أنا أفتي لي بهذا القول، والآخر يقول: أفتي لي بهذا القول، وبالتالي فتضيع حقوق الناس. فعندما يتم التقنين
هو موجود، هذه الأشياء موجودة في الشريعة الإسلامية، لكن ليس ضمن قواعد، ليس ضمن مواد هكذا، مادة كما تقرأون مادة العقوبات ومادة كذا كذا، وإنما هي في كتب الفقه، ما يسمى باستقرار الفتوى، كتب الفقه المستقرة بالفتوى. مثلا عندنا في المذهب نحن مختصر خليل، يعني لخص الأقوال في قول واحد، وهو الذي عليه المشهور الذي يفتى به مثلا في الجزائر، فهو المسألة موجودة يعني، لكن التقنين يحصرها بصفة أكثر يعني توسعا. وأيضا أهمية تقنين الشريعة لغرض الاختصار في العبارة بدل المساجلات الأدلة والردود. ثم لو تفتحون كتابا في الفقه تجدون الأدلة والردود وفلان وقال فلان ورد عليه كذا كذا، لكن التقنين يعني يخرج لنا كل هذه الأشياء، تبقى يعني ضمن يعني مصادرها أو ضمن أماكنها، ويبقى الكتاب محدد فقط قانون العقوبات، قال من يفعل كذا فهو كذا، دون ذكر للأدلة والتأصيلات وإلى غير ذلك. أيضا والاقتصار عما يعتبر جريمة وتعم بها البلوى، والاقتصار، إذا عدنا الاختيار والاقتصار والاقتصار، الاختيار والاقتصار والاقتصار. ما معنى الاختصار؟ الاقتصار ما معنى؟ عما يعتبر جريمة وتعم بها البلوى. مثلا أحيانا الفقهاء أو تكون ممكنة الوقوع بدل من الافتراضات والحالات النادرة. يعني أحيانا في كتب الفقهاء تجدون يتحدثون على جرائم احتمالية بمعنى نادرة الوقوع، فقد طرف الفقه ونظر لحرصهم على بيان أصول الدين وفروعه ويعني وتفصيل المسألة تفصيلا وتحبيرها تحبيرا، يلجؤون حتى إلى الفقه الأرائتي والفقه الافتراضي، وهذه الزيادات والإضافات لا نحتاجها نحن في التقنين، فنحن نقنن فقط ما يقع، أما الأشياء الافتراضية والاحتمالات البعيدة والنادرة فهذه لا نضعها ضمن يعني كتب التقنين. صح، هذه يعني أهمية التقنين. أيضا والابتكار، الابتكار يكون في ماذا؟ عن طريق متابعة المستجدات وقولبتها ضمن مواد قانونية محددة وجاهزة في التشريع. على كل حال الابتكار موجود أيضا في الفقه الإسلامي، ما زال المجمعات الفقهية إلى اليوم وغدا وبعد غد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه دائما تواكب التطورات وتجيب على سؤالات الناس، على البنوك، على أطفال الأنابيب، على الإجهاض، على كل ما يستجد، على نقل الدم، على نقل الأعضاء، على كل ما يستجد في القضاءات، في الفضاءات، على تحويل الجنس، على تغيير الجنس، على العمليات التجميلية، على كل ما يستجد للناس، تجدون لديه إجابات حقيقية ضمن المجمعات الفقهية في العالم الإسلامي. لكن التقنين من شأنه أن يضبط هذه المستجدات التي يدرسها الفقهاء وتكون محددة وجاهزة للقضاء أو للتطبيق القانوني. هذا مبدأ شرعية العقاب في القانون. الآن مبدأ شرعية العقاب في القانون، ما ذكرناه مبدأ شرعية العقاب في الشريعة قلنا يستند على أمرين، يعني النص والاجتهاد كما رأيت. الآن مبدأ شرعية العقاب في القانون. المبدأ العام في شرعية العقاب والتجريم في القانون هو لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون. لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، هذا المبدأ العام في شرعية العقاب والتجريم في القانون. بمعنى لا يمكن أن نقول لفلان أو أن نحكم على فلان معين من الناس بأنه مجرم أو بأنه ارتكب يعني جرما إلا إذا كان نص عليها القانون، فالجريمة لا تعتبر جريمة ولا عقوبة إلا بنص القانون. فاستناد المبدأ على القانون يعني أهميته في حصر التجريم، يحصر التجريم بمعنى لا تصبح أي شيء يعني مجرم، وإنما فقط ما ضبطته المدونة العقابية في القانون العقوبات، وأيضا يحدد سلطة القاضي ويقيده، فيعني القاضي لا تصبح لديه فسحة اجتهادية في تكييف هو نعم يكيف الجريمة، هل هي جناية أم جنحة، لكن لا يكيف العقوبة، العقوبة لا تكيف إخواني، الذي يكيف هو الجريمة، فالقاضي لا يكيف العقوبة وإنما يكيف الجرم، طبيعة الجرم هل هي جناية أم جنحة أم مخالفة، بناء على تكييفه للجريمة يصدر الحكم العقابي الذي ضبطه القانون. فإذا هو يحدد سلطة القاضي،
سلطة القاضي محددة في تكييف نوع الحكم، في نوع الجريمة، لا نوع العقاب. هذه المفروض تكون في بالكم، خاصة وأنتم تدرسون الشريعة والقانون إلى غير ذلك هذه المسألة. ثم قال ويقيدها. نعم، كيف يقيدها؟ يقيدها بأن يحصر سلطة القاضي فقط في تكييف الجريمة، لا في تكييف العقوبة. شفتوا كذا؟ هو لا يكيف العقوبة، العقوبة لا تكيف، العقوبة تبقى قارة، الجناية جناية والجنحة جنحة، العقوبة قارة، لكن الذي يكيفه هو الجريمة يكيفها، هو الذي الجريمة هو الذي لديه السلطة في أن يقول لا، هذه جناية وهذه جنحة وهذه مخالفة أو هذه ليست جناية، بناء على ذلك فإذا سلطته محددة ومقيدة في شق معين فقط. أما القوانين أو في العقوبات، في العقوبات لا سلطة له في تغييرها. يقول مثلا الجناية، الجناية لا هذه يعني الجناية مثلا عاما بالسجن، أو مثلا عام بالسجن يقول هذه جناية، هذه لا مضبوطة. نعم، المفروض واضحة المسألة. ثم قال ويفرض عليه تطبيقه أيضا استنادا على المبدأ، يفرض عليه تطبيقه، بمعنى القاضي ملزم بتطبيق أحكام القانون الجنائي أو العقوبات. قال لكن هذا المبدأ، نحن نتكلم الآن على القانون، فيه عيوب كثيرة، فيه كأين الحاكم، لكن هذا القانون فيه عيوب كثيرة، ونظرا لضرورة تفاديه لا بد أن يحتوي المبدأ على مائل. أنا المؤلف، مؤلف المقرر، هو يقترح، ويقترح في مبدأ شرعية القانون العقاب على أمرين اثنين في القانون حتى تكون مزودة بالشريعة الإسلامية. تفضل أحمد. لا دكتور، هذه يعني في أي صفحة بالضبط ولا؟ لا أدري، أنا لخصت من الكتاب لكن لا أتابع الكتاب، أنا أتابع من الشرائح، يعني لا أستند على الكتاب في شرح الموضوع أو التلقين، وإنما هذه الأشياء أخذتها من الكتاب وأنا لخصتها أمامكم هنا، لكن تجدونها مفصلة في الكتاب، يعني الكتاب ليس مفتوحا أمامي، الذي مفتوح هو هذه الشرائح التي هي مفتوحة عندكم، أقرأ منها تلخيصا وأشرح. نعم، إذا فهو يقترح هذا، لأن يعني القانون، مبدأ شرعية القانون واضح، هو القاعدة التي تقول لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، يعني القانون الذي يحدثه المشرعون اللي هم تاع البرلمان او الهيئه في تحضير القانون الى غير ذلك. لكن هو ماذا يقول؟ يقول هذا المبدا فيه عيوب كثيره، ولتفاديها ينبغي ان يكون مبدا شرعيه العقاب في القانون مستند على امرين اثنين. اولا ان يكون مبدا الشرعيه قائما على النص والاجتهاد، يعني ان نضاف اليه مبادئ الشريعه في شرعيه العقاب اللي هو النص والاجتهاد، لانه احنا مسلمين لا بد أن تكون قوانيننا خاضعة لمبدأ الشريعة، أو خاضعة ومنسجمة مع أحكام الشريعة، وهذا يقتضي في مبدأ شرعية القانون أن نضيف شيئا جديدا، ألا وهو مبدأ أن يكون هذا المبدأ قائقا، أن يكون مبدأ الشريعة قائما على النص والاجتهاد، أي أن يستقي القانون مبدأه من السلطة التشريعية في الإسلام في أمرين: المصادر الأصلية من الكتاب والسنة، والمصادر الاجتهادية كما رأينا. هذا واحد. ثانيا أن يكون مبدأ الشرعية خاضعا للتقنين الفقهي، للتقنين القانوني، بمعنى أن تحدد مختلف الجرائم، أن تحدد أو أن تحدد مختلف الجرائم حدودا أو قصاصا وتعزيرا بمواد قانونية ثابتة تأخذ صفة الإلزام والتطبيق. بمعنى يمكن مثلا أن تكون، أن يكون مبدأ الشرعية في القانون مستند على الشريعة، نعم يمكن هذا، لكن لا تقنن، تبقى يعني فقط في رفوف الفقه. ما الذي فعلنا؟ لم نفعل شيئا، لا بد أن هذه الاجتهادات التي نستقيها من النصوص الشرعية ومن اجتهادات الفقهاء لا بد أن نخضعها للتقنين القانوني حتى تكون ملزمة، لأنه يعني إذا لم تدرج، مثلا لدينا جرائم وعقوبات في الشريعة الإسلامية ولا ندرجها ضمن قانون العقوبات التي تدرسونه الآن، مثلا في اليمن أو في الجزائر أو في قانون العقوبات الذي يعمل به القاضي، ما فائدة هذا المبدأ؟ لا فائدة له، حتى وإن ذكرت في البرلمان وقلت نحن نستند على الشريعة، لكن هذه الاستناد لا تقومون بتقنينها، تبقى فقط في الفقه، في كتب الفقه، إذن فأنتم لم تفعلوا شيئا. إذن لا بد في شرعية، في مبدأ شرعية القانون أن يحفز بأمرين اثنين: أولا أن يؤخذ
ولا تبقى لنا لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، هذه نعم يبقى المبدأ هذا، لكنه مبدأ قاصر، مبدأ فيه عيوب، مبدأ ليس كاملا. لا بد أن يعزز بمبدأ الشريعة الإسلامية على النص والاجتهاد في تعيين القوانين وتكييفها إلى غير ذلك، وأن يكون أيضا مبدأ الشرعية القانون هذا خاضعا للتقنين القانوني، بمعنى أن تخضع يعني مبادئ الشريعة واجتهاداتها أن تخضع للقانون، مش ليس أن تخضع، أن توضع في مقررات القانونية أو أن توضع ضمن المواد، وليس تصبح فقط في مصادرها ثم نقول لقد أخذنا بالشريعة ونحن لم نأخذ بالشريعة، لأن الأخذ بالشريعة، لأن الأخذ بالشريعة الحقيقي هو أن تكون موجودة في القانون، لأن يعني القاضي هو الذي سيستند على القانون وكل الناس يستندون على القانون، لأنه لا جريمة، المبدأ العام لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، فكيف تريد أنت أن تخضع الشريعة أو أن تستقي فقهك أو قوانينك من الشريعة وأنت لم تقم ببرمجتها وبإدخالها ضمن المواد، لأن الجريمة محددة فقط بما حدده القانون، وإذا كان القانون خاليا من هذه النصوص الشرعية والاجتهادات إذا فلا معنى له، لا بد أن يتضافر المعنيان يعني لتطبيق الشريعة الإسلامية أو للوصول إلى قانون محكم متكامل يستقي أفكاره ومبادئه من الشريعة الإسلامية، ينبغي أن يكون أولا من حيث الصناعة والنشأة القانونية، الصناعة القانونية أن يكون قائما على مصداريه الاسلام، وان يكون ايضا الصناعه الاجرائيه او التكييفيه او التقنينيه ايضا ان تكون موجوده فيه. هذا المعنى، اتمنى ان شاء الله فهمتم، الذي لم يفهم يعني الذي لم يفهم يعني يطلب المزيد من الشرح. اذا مبدا شرعيه القانون هو هذا، وهذين الأمرين اثنين، هو عند القانون المبدأ عندهم فقط هو واحد، لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، لكن الذي ينظر في الدراسات المقارنة ويقوم بالشريعة والقانون لا يدرس الشريعة الوحيدة والقانون، وإنما يقوم بعملية مزاوجة وعملية نقاش أو تحليل أو نقد بما يريد أن يصبو له، كما فعل صاحب الكتاب ويفعله غيره ممن يشتغل على الشريعة والقانون ويريد أن يستقي أحكامه من الشريعة أو اجتهاداته من الشريعة أو إلى غير ذلك، فلا بد إذن أن يخضع المبدأ الشرعي أن يخضع لهذين الأمرين، أولا نص والاجتهاد، وثانيا أن تخضع هذه النصوص إلى تقنين قانوني فعلي، بمعنى أن يكون تطبيق الشريعة فعلي وليس هلاميا كما هو الآن، كثير من الدول يرفعون شعار الدستور يقولوا الإسلام هو دستور الدولة أو الإسلام هو دين الدولة، لكن في الواقع عندما تلتفت إلى قوانينهم تجدها خالية تماما من الشريعة الإسلامية، خالية تماما من مصدرية التشريع، وهذا هو نعم الإشكال. الآن السلطان الزماني للنص الجنائي، نحن عندنا النصوص الجنائية أو القوانين الجنائية، يعني كلمة النص الجنائي نعني به القوانين الجنائية، قوانين قانون مثلا، قانون يتكلم على القصاص، قانون يتكلم على السب، قانون يتكلم على الشتم، يتكلم على المخدرات إلى غير ذلك، يعني كل ما هو جناية، ونحن الجناية تعرفونها الآن. الآن تفهمون معنى الجناية. الشريعة الإسلامية هي القصاص، جرائم القصاص فقط. المخدرات، التجارة بالمخدرات وشرب الخمر، هذه ليست جناية، هذه إما حدود أو تعزيرات، صحيح؟ إذا كانت للشرب فهو حد الخمر كما سيأتي معنا. لحظة. أنا لحظة المفروض لعلني لحظة قبل أن ندخل على المبدأ، التعريف القانوني كيف يعني تسمى الجرائم من حيث نوعها؟ أين هي؟
أنا تكلمت على الجرائم من حيث نوعها، لكن أظنني حذفت الشريحة عن غير قصد، أظنني حذفتها عن غير قصد هذه، إذا سأتكلم عليه. أظنني حذفتها عن غير قصد، لأني أنا متأكد أنني فعلتها لكني حذفتها. معليش سأشرحها هكذا ثم أضيفها إليكم. أقسام الجرائم من حيث نوعها، قبل أن نتكلم على شرعية الله، أقسام الجرائم من حيث نوعها، سبحان الله اجتهدت اجتهادا جميلا هنا لكن ضاع العمل، سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله، ضاع العمل. معلش سأستأنف فيما بعد في نهاية عندما أنهي المحاضرة أضيف شريحة أقسام الجرائم من حيث نوعها. نعم، لدينا جرائم الحدود وجرائم القصاص وجرائم التعزير. جرائم الحدود وجرائم القصاص وجرائم التعزير، هذا في الشريعة الإسلامية. أما في القانون فأنواع الجرائم كما قلنا إما أن تكون جناية أو غير جناية كما تكلمنا عليه، يعني الجناية ما تكون 3 سنوات فما فوق، وغير الجناية إذن فتكون إما مخالفة وإما يعني جنحة أو مخالفة، نفس يعني التعريف، مفهوم. أما أقسام الجرائم من حيث نوعها في الشريعة الإسلامية فهي جرائم الحدود، هي على كل حال سهلة ليست صعبة، لا تستدعي يعني أن أضع لها يعني شريحة، لكن جميل أن نشرحها وتجدونها مفصلة في الكتاب. أقسام الجرائم من حيث نوعها في الشريعة الإسلامية هي جرائم الحدود وجرائم الجنايات، القصاص والتعزير. الحدود، ما هي الحدود؟ الحدود هي الجرائم التي ذكرتها النصوص، ذكرها النص، يقولوا قرآنا وسنة، ذكرها النص وقدر عقوبتها ما لم تكن قصاصا، فهذه هي الحدود. هي الجرائم أولا التي ذكرتها النصوص، بالتالي لم تثبت بالاجتهاد إنما ثبتت بالنصوص، وقدر الشارع الحكيم سبحانه وتعالى يعني درجتها، يعني العقاب عقوبتها قدرها ولم تكن قصاصا. هذا تعريف الجريمة، جرائم الحدود الحد. ثم اختلفوا فيما بعد، أولا اتفقوا على أن عدد الحدود 5، هذا الذي اتفقوا عليه، الزنا، حد الزنا 100 جلدة، وحد السرقة بقطع اليد، وحد الحرابة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يسعون في الأرض فسادا أو يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. هذه هي الآية، تسمى آية الحرابة. ما معنى الحرابة؟ هم قطاع الطرق، هي الحرابة. إذا عندنا حد الزنا، حد السرقة، وحد ال... خلونا حد الزنا وحد القذف، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هذا القذف، القذف هو من يقذف أخاه في عرضه بالزنا أو يقذفه بشيء يعني متعلق بالعرض، هذا يسمى القذف وهو محدد بالشريعة. إذن حد الزنا قوله تعالى، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. نعم والله. والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. هذه آية تحرم يعني حد الزنا 100 جلد. القذف، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون. ثانيا، ثالثا، حد الحرابة وهو الذي ذكرته يعني قطاع الطرق. رابعا، حد السرقة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله غفور رحيم. هذا الرابع. الخامس والأخير وهو حد ال حد الزنا وحد السرقة وحد القذف وحد الحرابة،
نعم، الثالث وهو حد الردة. حد الردة هذا اتفقوا عليه، لكن اتفقوا عليه حد الردة، حد الردة اتفقوا عليه، لكن في الحقيقة ظهر الاختلاف فيما بعد، خاصة مع المعاصرين، فهنالك أئمة كثر وفقهاء كثر ينفون حد الردة، يقول لا يوجد حد الردة أبدا، يعني لا يوجد حد الردة، لا يوجد هذا الحد، وإنما هي نصوص. لو كان حد الردة لذكره القرآن، هم يستمدون هذا الحد من ماذا؟ من النصوص السنة الظنية، يقولون من بدل دينه فاقتلوه، لكن هل القرآن حددها؟ لم يحددها، وفيه إشكال كثير هذا الحديث، من بدل دينه فاقتلوه، كيف بدل دينه؟ هل مجرد تبديل دين، أم لا بد أن يكون مع الدين محاربة إلى غير ذلك؟ فوقع لغط كثير خاصة في العصر الحديث والمعاصر، فلهذا اختلفوا فيه. أما في الماضي، في التاريخ الماضي، في التراث، فهم جميعا يجعلونه حدا من حدود مثل الزنا ومثل غيره، لكن الحدود الأربعة ثبتت بالقرآن، أما حد الردة فلم يثبت بالقرآن، إنما ثبت بالسنة الظنية، فلهذا كان مثار الجدل في العصر الحديث وعصرنا هذا خاصة بين الفقهاء والمفكرين. والذي نرجح في هذه المسألة يعني أنه ليس بحد، يعني لو كان حدا لثبت في القرآن، ونظرا لظنية النصوص النبوية في هذه القضية، ثم أيضا على تأويلها، لأن يعني الردة التي كان يقصد بها في وقت النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن ردة فكرية، بل كانت ردة يصحبها حرابة، فالمرتد في وقت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلحق بأهل الحرب وأهل الكفر الذين يجب قتالهم، والمحارب يجب قتاله طبعا، فكان الذين يرتدون عن المدينة يذهبون إلى مكة ويصبحون محاربين، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. أما مجرد تبديل الدين بدون أي يعني ملابسات أخرى بشهر السلاح أو بالانتقام من المسلمين أو وإنما هي قناعة ذاتية شخصية، فلا أظن أن الإسلام يعني يقتل على ذلك، وهو الذي يقول لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، وهو الذي يقولون إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، وهو الذي يقول ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، فقد ذكر القرآن الردة كثيرا في القرآن، لكن أبدا لم يقل أن من ارتد يقتل، بل سفه خياره، بل رماه إلى الشيطان، بل قال الله عز وجل سيأتي من هو أفضل منه، لكن لم يقل أن من يكفر بالإسلام لا بد أن يقتل. فرغم أن فالقرآن أشاع كثيرا الكلام عن الردة، لكن لم يتكلم عن الحد، لو كان حدا لماذا لم يتكلم؟ أيهما يعني أصعب وأخطر؟ هل حد القذف 80 جلدة أم الردة بالقتل؟ فالقتل خطير جدا، إذا لا بد أن يتكلم عن كيف يتكلم عن حد السرقة، ولا يتكلم عن حد الردة لو كان. فلهذا يعني المعاصرون من الفقهاء والمفكرين الذين ردوا هذا الحد يعني أدلتهم قوية جدا. إذا فالذي اتفقوا عليه تقريبا هم أربعة، أما الخامس الذي هو حد الردة فقد اختلف فيه المعاصرون كثيرا جدا جدا جدا، وعلماء كبار لا يشق لهم غبار، ليسوا فقط ربما حداثيين أو علمانيين أو أناس مثقفين، لا لا لا، هم فقهاء متخصصون في الشريعة ومدارس عليا ومجتهدون، ولديهم كعبهم في الشريعة الإسلامية، ذهبوا هذا المذهب ونظروا في التراث وفي الاجتهادات التراثية في جعل الردة حدا بناء على الملابسات التي كانت يعني مع المرتد، بأن المرتد يصبح محاربا وليس سلميا، ما دام يحاربا هو يحارب لحرابته، ونحن عندنا حد المحاربة، حد الحرابة، ومن يعتدي علينا، لدينا الجهاد الدفعي، هذه الأمور مسوغة لماذا؟ لصد العدوان أيا كان من مسلمين. الحرابة ليس لقتل الكفار، وإنما لقتل المسلمين، المسلم أخوك المسلم إذا شهر سيفه وأراد أن يحاربك وكان يقطع الطريق، فهذا لا بد أن ننفذ فيه حد الحرابة بقتله على حسب الجرم الذي وقعه، فإذا تغول الدماء فلا بد أن يقتل، فإذا سرق هكذا على حجم ما ارتكبه هذا المجرم وإن كان مسلما.
الحرام تطبق على الجميع مسلمين وغير مسلمين. إذا فالمرتد إذا لابس فكرته أو ردته الفكرية الشخصية بأفعال من القتال ومن اللحوق بدار الكفر وبالجيش الكافر وبالجيش الذي يحاربنا، أكيد هنا نطبق عليه ما نطبق على غيره من المحاربين الذين يريدون احتلالنا، فلا بد أن نرد عن أعراضنا وعن أرضنا، وليس لأنه مرتد فيقتل لردته، لا، وإنما يقتل للملابسات التي أضافها إلى الردة بأن كان جنديا من جنود الكفر يحارب المسلمين بسيفه وإلى غير ذلك. أما إذا كانت مجرد قناعة شخصية أو ملابسات شيطانية أو شكوك، فهذه لا تعرضه للقتل، بل يناقش وتترك له فسحة الحرية حتى يعني ينظر في حاله ويقرأ جيدا ويعيد النظر إلى غير ذلك، وهكذا يعامل باليسر ويعامل بالتي هي أحسن ويناقش بهدوء حتى يرتد، لأنه ربما لو يعامل بعنف لزاد عن الكفر كفرا ولا فجر في كفره وفي ردته ولا ازداد يعني ولا اعتنقه الشيطان، كما قال عمر بن الخطاب لذلك الرجل، قال: لا تعينوا الشيطان على أخيكم. فإذا أحد المسلمين ارتكب مثل هذه الجريمة، جريمة الردة، فلا بد أن يؤخذ بالحسنى وأن يبين له سماحة الإسلام وحقيقته هكذا، وأن يعامل بالحسنى، لا أن يعنف وأن يقتل إلى غير ذلك من المظاهر التي يعني ربما يعني تخل بسماحة الإسلام وتجعله يزداد ردة على ردة أو يتغوله الشيطان أكثر. نعم، فلا نعين الشيطان على أخينا. هذا بالنسبة لجرائم الحدود، هذا الذي اتفقوا عليه يعني في التراث، اتفقوا على هذه الخمسة. ثم بعضهم أضاف اثنان، أضاف حد شرب الخمر وحد اللواط، أضاف حد شرب الخمر وأضاف اللواط، فأصبحوا سبعة. وبعضهم أضاف ثلاثة أخرى، وهي الدياثة، يعني حد الدياثة من يكون ديوثا فيحد كما قالوا، والسحر الساحر أيضا، والخامس اللواط قلناها، السحر والكهانة أو شيء من هذا. نعم، هذه الثلاثة التي أضيفت على السبعة، إذن فيكون عشرة. الذي اتفقوا عليه هو تلك الخمسة، مع المعاصرين المتفق عليه فقط أربعة، بعضهم زاد اثنان شرب الخمر وهكذا. إذن هذه هي الحدود إذن ثبتت بالنصوص، والشارع الحكيم سبحانه وتعالى قيد يعني عقوبتها، ولم تكن قصاصا، لأنه يعني كما قلنا أن إذا كانت جرائم القصاص مستقلة عن الحدود، القصاص شيء آخر. وكانت حقا لله، هذا هو الحد، الحد حق لله. كيف حق لله؟ لابد أن أضيف لكم هذه الشريحة، لابد أن أضيف لأنها مهمة جدا، للأسف ضاعت مني، أنا كتبتها بعناية لكن لا أدري كيف حذفت هذه اللوحة، كيف ضاعت مني، لا أدري. رغم أني أضفتها. نعم، على كل، إذا تعريف الحدود، ما هي جرائم الحدود؟ هي الجرائم التي ذكرها التشريع، ذكرها النص، قولوا ذكرها النص ببيان عقوبتها، يعني بتقدير عقوبتها، يعني يقدرها، لا يقول بأنها جريمة أخرى، وإنما يقدرها جلد كذا كذا إلى غير ذلك بتقديرها. وكانت حقا لله. كي نقول مباشرة وكانت حقا لله، مباشرة يخرج القصاص. أولا كي تقول جريمة، القصاص أيضا جريمة، لأن يدخل فيه القصاص والتعزير وكل شيء، حتى التعزير أيضا جريمة. لما تقول ذكرها النص، هنا يخرج التعزير، يخرج، لأن يعني التعزير لم يذكره النص أبدا، لم يذكره النص، لا من قريب ولا من بعيد، لم يذكره، وإنما هو خاضع لسلطة المشرع أو لسلطة المجتهد، هو الذي يحدد العقوبة للتعزيرات كما ستأتي. نعم، إذن فهي جريمة حددها النص، جريمة يدخل فيها كل الجرائم الثلاث، يدخل الحدود، يدخل القصاص، يدخل التعزير. لما نقول حدد عقوبتها النص، لما تقول تخرج ماذا؟ تخرج التعزير، لكن يبقى القصاص. كيف هنديروا له؟ القصاص موجود في النص، كتب عليكم القصاص في قتلى الحر بالحر، وحدده ومبينه. إذن فنقول جريمة بين النص تقديرها أو قدرها أو مقدارها، وكانت حقا لله. لما نضيف وكانت حقا لله، هنا يخرج القصاص.
لأن القصاص ليس حقا لله بل هو حق للعباد. كيف ذلك؟ ما هو الفرق بين حق الله وحق العباد؟ يعني حق العباد، حق الله لا يقبل الإسقاط. كي تكون مسألة حق الله لا يقبل الإسقاط والتنازل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أن امرأة لما جاءوه يتشفعون في المرأة من بنت مخزون وسرقت قلادة فشفعوا له، فهو جاءه أسامة بن زيد والنبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا، قال أتشفعون في حد من حدود الله؟ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. الحدود لا مدخل فيها للمسامحة ولا للعفو ولا للإسقاط أبدا. يعني من وصل أمره إلى القاضي أو إلى الإمام فلا بد أن يختص منه، فلا بد أن يحد. وهكذا مثلا حد الزنا، إذا وصل الأمر الزنا إلى الإمام أو الحاكم أو المسؤول على هذا فلا بد، لا يسقط أبدا. هذه إذا بلغه أم لا، إذا لم يبلغه لا جرم، لا بد أن يبلغ الإمام وأن يتأكد وأن تتوثق هذه الجريمة، إذا لا تسقط. إذا وكانت حق لأنها حق لله. إذا فالحدود سواء كانت 5 أو تزيد أو تنقص فهي حق لله لا بد أن تنفذ، لا يمكن بأي حال من الأحوال مخالفته. إذا فهذا هو الذي يخرج القصاص. الآن جرائم القصاص، جرائم القصاص أيضا هي جريمة، وهي جرائم جريمة حددها الشارع أو حددها النص أو حدد مقدارها النص، هي محدد. القاتل قال من قتل نفسا يقتل، والحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى وهكذا، من قتل يقتل. نعم نعم إذا فالقاتل يقتل إلى غير ذلك. لكن وكانت حقا للعباد، فعندما تقول وكانت حقا للعباد أنت تخرج ماذا؟ تخرج جرائم الحدود. تقول تعرفها، تقول هي جريمة يدخل فيها جميع الجرائم حتى التعزير. تقول بين الشارع الحكيم أو النص مقدارها بين النص مقدارها، إذا فيبقى فقط الحدود والقصاص. لكن عندما تقول وكانت أو هي حق للعباد هنا يخرج الحدود وتبقى فقط جرائم القصاص، فهي حق للعباد. كيف ذلك؟ بمعنى يمكن لأهل القتل لولي الدم أن يعفو، وهو القرآن تكلم عن هذا، قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. لحظة، إذا عفوا، إذا قلنا إذا بمعنى أن القصاص وكان حقا للعباد، وكان حقا للعباد بمعنى بالعكس، بالعكس في القصاص الله عز وجل ندبنا إلى العفو، العفو أفضل. يعني يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ثم قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ثم قال كتب عليكم وإذا لا آه لكم آه فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. وسمى القاتل بالأخ، فمن عفي له من أخيه أعطاه الأخوة الإيمانية والأخوة الإسلامية حتى يندبنا ماذا إلى الصلح وإلى العفو إلى غير ذلك، وعوض أن تسقط روحا نفس أخرى فيعني العفو أفضل. فمن عفا وأصلح كما قال القرآن فمن عفا وأصلح فأجره إلى الله، فأجره إلى الله وما أجمل العفو. فالقرآن ندب إليه. فهذه إذن جرائم القصاص، هي جريمة بين النص أو الشارع الحكيم سبحانه وتعالى مقدارها، وكانت حقا للعباد، فهي حق للعباد وليست حقا لله. الآن جرائم التعزير هي جريمة أيضا، يدخل فيها كل جرائم. لم يبين النص مقدارها وتركها اجتهادا لولي الأمر، أو هي جريمة يجتهد ولي الأمر في تقدير عقوبتها، وهي كل جريمة لم ينص الشرع الحكيم أو النص لم ينص على مقدارها
وتركه لولي الأمر يكيف مقداره. هذه التعزير، التعزير هو كل ما عدا فما عدا، أو نستطيع أن نقول أن جريمة التعزير هي كل جريمة ما عدا الحدود وما عدا القصاص، ما عدا الحدود وما عدا القصاص. مفهوم إذا أنواع الجرائم من حيث نوعها. يعني من لم يعني من لديه سؤال في هذه الثلاثية، يعني إذا حتى تعرفون الفرق، لأن المشكل ليس في جرائم التعزير، واضحة أن جرائم التعزير لم ينص عليها الشرع بذكر مقدارها، وتركه للحاكم، حاكم أو الإمام أو الفقيه هو الذي يجتهد، أو القاضي، يعني السلطة التي تقوم، السلطة الاجتهادية، لأنها القرآن لم يحددها. مثلا السباب، مثلا الاتجار في المخدرات، الاتجار في شرب الخرب، هذه جرائم لا شك، لكن الشارع الحكيم لم يضبطها بعقوبات معينة، وإنما تركها. لهذا تجدون أنتم قانون العقوبات ضيق جدا، عكس قانون العقوبات في القانون الوضعي، ضيق جدا. يعني في الشريعة الإسلامية ضيق جدا قانون العقوبات، حدده فقط في بعض الجرائم، والأخرى تركها للتعزير. يعني الإمام أو الفقيه هو الذي يحدد، هو الذي يحدد، قال مثلا الذي يتجر في الخمر نسجنه أو نفرض عليه غرامة مالية من نوع كذا وكذا وهكذا إلى غير ذلك. إذا فالفرق بين الحدود والقصاص كما قلنا، الجرائم الحدود والقصاص، أن الحدود هي حق لله لا يملك أحد إسقاطه، سرقة، زنا، قذف، وحرابة. أما جرائم القصاص فهي حق للعباد. والفرق بين حق الله وحق العباد أن حق العباد، أن حق الله غير قابل للإسقاط ولا للعفو ولا لعدم التطبيق. أما يعني حق العباد في القصاص فهو خاضع للإسقاط وخاضع للعفو، لكن الإسقاط ليس الإسقاط للحاكم، وإنما العفو من أهل القتيل وأولياء الدم، هم الذين يتحكمون في هذه المسألة وليس القاضي. أما القاضي فلا بد أن يطبق القصاص، لكن هنا لأولياء الدم أن يتدخلوا ويمنعوا ذلك، فلديهم كل السلطة، بل الله عز وجل ندبهم نحو ذلك وجعله يعني أجرا عظيما على قضية العفو. نعم، يلحق حتى القتيل في موته. نعم، هذه بالنسبة للوحة الجرائم من حيث نوعها. نعم، الآن نرجع إلى ما بقي من الدرس. نعم، الآن السلطان الزماني للنص والسلطان المكاني للنص. السلطان الزماني والسلطان المكاني للنص. الآن السلطان الزماني يعني الزمن للنص الجنائي أو للقاعدة القانونية الجنائية أو للعقوبة أو لغير ذلك. مبدأ فورية النفاذ. القاعدة العامة تقتضي ماذا؟ تقتضي فورية نفاذ النص الجنائي الجديد. النص الجنائي الجديد إذا جاءنا نص قاعدة قانونية أو في تقرير جديد منذ صدوره، في حالة وقوع الحوادث بعد صدوره لا قبل صدوره، قاعدة الآن تقتضي فورية النفاذ، يعني لا بد أن ينفذ. إذا وقعت الجريمة وذهبت إلى القضاء وكانت أمام القاضي فلا بد أن ينفذ منذ، لكن متى ينفذ؟ متى تكون هذه الفورية؟ متى تكون هذه النفاذية؟ تكون بعد صدور الحكم، يعني منذ صدوره، يعني أثناء صدوره، عندما يصدر وليس قبل ما يصدر. وأن تكون بشرط أن تكون الحالة وقوع بعد صدوره لا قبل صدوره، أن يكون الجرم، الجريمة هذه، أن تكون وقعت بعد الصدور لا قبل الصدور. مفهوم؟ القاعدة العامة تقتضي فورية نفاذ النص الجنائي الجديد. لماذا احنا أضفنا الجديد؟ لأنه كاين ربما نص قديم، يعني نص قديم وعدل وأصبح النص الجديد، فالعبرة بالنص الجديد لا بالنص القديم. نعم، فالقاعدة العامة فورية نفاذ النص الجنائي منذ صدوره عندما يصدر يصبح نافذا. أي جريمة تقع في هذا الزمن، في زمن الصدور فما بعده، إذا فلا بد من تفعيل النفاذية، وهي التطبيق الفوري للقاعدة. لكن هذه متى؟ في حالة وقوع الحوادث بعد صدوره لا قبل صدوره. هل لهذه القاعدة استثناء؟ نعم، لدينا استثناء. ما هو؟ ويستثنى من ذلك إذا وقعت الحادثة، إذا وقعت الحادثة قبل صدور الحكم. نسيت، سأضيف كلمة قبل، سأضيف كلمة قبل لحظة. إذا وقعت الحادثة
قبل صدور الحكم، إذا وقعت الحادثة قبل صدور الحكم ثم وكانت أصلح للمتهم فيكون نافذا، ولو حدثت الواقعة قبل صدور القانون، نعم، ولو حدثت الحادثة وقعت الواقعة قبل صدور القانون. ندير ولو، نديركم فاصلة ونقطة حتى تبينوا بأنها شرط له. إذن ويستثنى من ذلك إذا وقعت الواقعة قبل صدور الحكم وكانت أصلح، لكن بشرط أن تكون أصلح. وكانت أصلح، هذا هو المعنى، وكانت أصلح. إذا لا بد أن تكون أصلح للمتهم فيكون نافذا. نحذفها، لا داعي لتكرارها. إذا القاعدة العامة تقتضي فورية نفاذ النص الجنائي الجديد منذ صدوره في حالة وقوع الحوادث بعد صدوره لا قبل صدوره، خلاص معروفة هذه ومفهومة. لكن يستثنى الاستثناء من ذلك إذا وقعت الحادثة قبل صدور الحكم، يعني يستثنى يعني تستثنى النفاذية. قلنا النفاذية مشروطة بماذا؟ بصدور بوقوع الحادثة بعد الصدور، لكن قبل الصدور لا يكون نافذا. لا يكون نافذا، كيف يكون نافذا وهو لم يصدر؟ أو وقعت الحادثة قبل أن يصدر، مثلا إنسان ارتكب جريمة اليوم وبعد أسبوع صدر الحكم، إذن لا ف... فلا ف... فلا يعني لا... لا لا يمكن أن يحاسب على ما صدر قبل أن يصدر الحكم. لكن متى يحاسب؟ رغم أن الحادثة وقعت قبل صدور الحكم، لكن يكون نافذا إذا كانت، ويستثنى من ذلك إذا وقعت الحادثة قبل صدور الحكم، ويستثنى من ذلك، أو ويستثنى من ذلك فيكون، ويستثنى من ذلك، ويستثنى من ذلك، من ذلك النفاذ إذا كان، إذا وقعت، نعم، ويستثنى ذلك النفاذ، ويستثنى ذلك النفاذ أو 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 نعم، ويستثنى ذلك النفاذ، يعني في الأول لا يستثنى النفاذ، النفاذ فقط يكون بعد صدور الحكم، لكن يستثنى ذلك النفاذ أو يستثنى من هذا إذا وقعت الحادثة قبل صدور الحكم، ويستثنى النفاذ، ويستثنى ما نديروش ذلك، يستثنى النفاذ إذا وقعت الواقعة، إذا كانت، أو يستثنى النفاذ، لا، في وقوع، ويستثنى نفاذ الحكم، لحظة، نفاذ الحكم أو نفاذ النص، يستثنى نفاذ النص الجنائي، يستثنى نفاذ النص الجنائي في وقوع الحادثة قبل صدور، إذا كانت، ندير إذا كانت، إذا هكذا حتى تستقيم الجملة، إذا كانت أصلح للمتهم. القاعدة العامة تقتضي فورية نفاذ النص الجنائي الجديد منذ صدوره في حالة وقوع الحوادث بعد صدوره لا قبل صدوره، واضحة هذه، نديروا نقطة ما نديروش فاصلة. ويستثنى نفاذ النص، يعني ضرورة نفاذ أو تأكيد، ويستثنى التأكيد، أو يستثنى فورية، يا ربي، فورية نفاذ النص في وقوع الحادثة قبل صدورها، متى؟ إذا كانت أصلح للمتهم، إذا كانت تطبيقه عليها أصلح للمتهم. ومتى يكون أصلح للمتهم؟ في حالة إذا كان يلغي العقوبة أو يخففها، عكس النص القانوني القديم. لحظة، قال مثلا فلان ارتكب جريمة اليوم، هذه الجريمة في القانون القديم أنه عام حبس مثلا، سجن، أو 5 سنوات سجنا، خلاص، بعد يومين أو بعد 3 أيام، وهو في أثناء هذه، في أثناء المداولات، وفي أثناء الـ يعني الـ في أثناء المحاكمة إلى غير ذلك، صدر قانون جديد، ماذا يقول؟ يقول بأن هذه التهمة مثلا، عوض، يعني عقوبة هذه التهمة أو عقوبة هذه الجريمة 2 سنين سجنا. إذن فهنا لا بد أن يكون النص الجديد هو الذي ينبغي أن يصدر على هذه الحادثة التي قدمت.
أو أن يلغي العقوبة تماما، أو يقول مثلا القانون المعدل الجديد تقول مثلا أن مثلا في بعض الدول المتاجرة بالمخدرات أو غرس الحشيش والأفيون يعني مثلا فهو جائز، إلغاء العقوبة تماما، فعوض ما كان يعني صاحبها مثلا السجن بعامين أو 3 أو 4 يصبح السجن لا سجن عليه، فمفهومة هذه المسألة. فعكس النص القديم، النص القديم مثلا كان يجرم زراعة مثلا الأفيون أو الحشيش إلى غير ذلك، لكن النص القانوني الجديد قال لا يعفى عنه. مفهوم المسألة أظن مفهوم مبدئية، مبدأ فورية النفاذ، يعني من لم يفهم هذا المبدأ يعني من استشكله يعني يؤكد ذلك. إذا مبدأ فورية النفاذ أن القاعدة العامة تقتضي فورية نفاذ النص الجنائي الجديد منذ صدوره في حالة وقوع الحوادث بعد صدوره لا قبل، هذا شرط، شرط ضروري. أنا لا يمكن أن يعني أن أدان فلان، يعني لا يمكن أن يدان بعقوبة جديدة لم تكن موجودة أثناء فعله له، لا بد أن تكون بعد صدور الحكم لا قبل صدوره. لكن يستثنى ويستثنى أو وتستثنى أقول وتستثنى وتستثنى فورية وتستثنى وتستثنى فورية نفاذ النص الجنائي في وقوع الحادثة قبل صدور الحكم، متى؟ إذا كانت أصلح للمتهم. ومتى تكون أصلح للمتهم؟ إذا كان يعني هذا النص الجديد يلغي العقوبة، إذا كان النص الجديد يلغي العقوبة أو يخففها عكس النص القانوني القديم. مفهوم؟ واضح المفهوم؟ هذه الآن السلطان الزماني، هل السلطان الزماني يعني لديه تأثير على النفاذية أم ليس لديه تأثير؟ هنا نحن أمام الشريعة والقانون. الشريعة الإسلامية في الشريعة قال هناك أحكام محكمة قطعية مؤبدة غير قابلة للتعديل، بمعنى لا تخضع لسلطان الزمان، مثل مثلا حد الزنا لا يخضع لسلطان الزمان أبدا، سيبقى قارا. حد الحرابة وهكذا، هذه حدود قارة لا تتغير ولا تتبدل. لماذا؟ لأنها ثبتت بأدلة، هناك أحكام محكمة، أحكام يعني كي تقول مثلا أحكام، وش معناتها؟ معناتها أن الزاني يجلد، هذا حكم محكمة. كيف محكمة؟ محكمة يعني غير متشابهة، غير ظنية، غير خاضعة للاجتهاد، قطعية. كيف قطعية؟ يعني أنها قطعية الثبوت وقطعية الدلالة. شوف هنا القطعية، هنا القطعية تكلمنا عن القطعية قبل، قلنا لا بد أن يكون القطع الثبوتي مع القطع الدلالي، لا بد أن تكون القطع الثبوتي مع القطع الدلالي. نعم، قطعية الثبوت وقطعية الدلالة، نعم، قطع الثبوت والقطع الدلالي كما تكلمناه. من لديه يعني استفسار في هذه المصطلحات الأصولية لا 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 مرحبا. نعم، ثم مؤبدة، فإذا كانت في هذه المعنى فهي مؤبدة غير قابلة للتعديل أبدا، لا تعدل أبدا، تبقى أبد الدهر هكذا لا تعدل، مثل كما تكلمنا مثلا حد الزنا أو حد القتل. وهناك أحكام اجتهادية خاضعة لظروف الزمان والمكان وتجري عليها صفة التغير إلى الثبات، مثل التعزيرات مثلا. التعزيرات هي أحكام اجتهادية في كل زمان يجتهدون، يعني يجتهدون قالوا رأيناه يتاجر مثلا في أكرمكم الله في الجنس، في بيوت الدعارة يتاجر مثلا في المخدرات، يتاجر في شرب الخمر، يتاجر في بيع الخمور إلى غير ذلك، هذه كلها جرائم نعم في الشريعة الإسلامية، لكن ليست حدودا ولا عقوبات، بل هي تعزيرات، يعني يرجع أمرها تكييف عقوبتها إلى السلطة التشريعية اللي هي الفقهاء أو الحاكم. لما نقول الحاكم معناتها الفقهاء، لأن يعني الحاكم وحده لا ليس هو الذي يشرع أو ليس هو الذي يجتهد، يعني الذي يشرع هو الله سبحانه وتعالى، يعني ليس هو الذي يعني يصدر الأحكام، وإنما الله عن طريق ماذا؟ الاجتهادات الفقهاء أهل الاختصاص. فهم المسألة؟ هذا فقه الشريعة. سلطان الزمان، سلطان الزمان نعم خاضع، يعني النص الجنائي يخضع لسلطان الزمان، لكن متى؟ إذا كان نصا جنائيا يعني غير قطعي، يعني خاضع لدائرة التعزيرات فقط في الشريعة الإسلامية، أما دائرة الحدود ودائرة القصاص
فهي قارة. مثلا القصاص، كما اليوم راكم تشوفوا راهم يقولوا بالقصاص ما كانش، ولا بد ان لا بد ان يعني ان نمنع القصاص، والقصاص كيف مخالف لحقوق الانسان، وتلك الاسطوانات الفارغه الابليسيه الشيطانيه التي لا اصل لها ولا معنى لها. فالقصاص يبقى الى يوم الدين، ولكم في القصاص حياه، قطعيه الدلاله وقطعيه الثبوت، لا يوجد فيها ما يجتهد فيه، واضح. في القصاص حياه، طبق قصاص واضح لا بد ان تطبقه. نعم، خذوا في دائرة العفو التي يعني جعلها أكثر من تطبيق القصاص. فالله عز وجل يجازي على العفو أكثر مما يجازي على القصاص، بل ندبنا إلا العفو، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، بمعنى جعله حق للعباد لا حقا لله، بل وندب إليه، وندب إليه لأن الله يتشوف إلى إنقاذ الأرواح، وما شرع القصاص إلا من أجل الردع فقط. أن المجرم لو كان يعتقد اعتقادا جازما أنه سيقتل بقتله لما فعل ذلك، لكن انظر اليوم جرائم القتل في بلداننا العربية يعني مخيفة جدا. لماذا؟ لأنه لا يوجد ردع، الردع هو النص ذاته، القصاص هو الذي يردع وليس القوانين. يفعل جريمة ثم يجلس في السجن يأكل ويشرب وينتفخ، وتستقر حاله وتستقر أحواله في السجن 5 سنوات و6 سنوات، يخرج بعضلات أكثر وبراحة أكثر، فيرتكب أيضا جريمة ثم يدخل، وهكذا وهكذا. نجد القتلة دائما دائما يتداولون على السجون. لماذا؟ لهذه المشاكل. أما لو كان يعلم يقينا وتصبح مخيالا ثقافيا وعرفيا أن من يقتل يقتل، أكيد أكيد سيحسب 1000 حساب قبل أن يقدم على هذه الجريمة الشنعاء. أخطر جريمة بعد الشرك بالله هي القتل والعياذ بالله. نعم. إذا ففي السلطان الزماني للنص الجنائي، أن النص الجنائي يخضع لسلطان الزمان إذا كان في دائرة المتغيرات لا في دائرة الثوابت. أما إذا كانت في دائرة الثوابت فلا يمكن أن يتدخل سلطان الزمن، لا قيمة لسلطان الزمن في هذا. وتقول لي كيف نفرق بين دائرة المتغيرات ودائرة الثوابت؟ إذا القضية متعلقة بما ثبت به هذا النص الجنائي. فإذا ثبت بدليل قطعي، شوف قطعي في دلالته وفي ثبوته، فهو في دائرة محكمة لا يجوز أن يتغير. لكن انظروا مثلا حد الردة، حد الردة لماذا يعني خضع للانتقاد؟ لماذا؟ لأنه لم يثبت بدليل قطعي، بل ثبت بدليل ظني، فلما ثبت بدليل قطعي فلن يكون أبدا مؤبدا، فهو خاضع للاجتهاد في كل زمان ومكان. إذا كان الأقدمون مثلا اجتهدوا في يعني في تقديرهم فيما قدروه، وفي المعاصر لهم اجتهاد آخر مغاير تماما، ثم من اجتهد وقال ليس بأنه حد لم يكفر أو يفسق أو مثلا يقول أنت كذا وكذا، لا بالعكس بالعكس، بل هي اجتهادات يعني نوعية حقيقية جيدة جدا. لماذا؟ لأنها مواكبة لمقاصد الشريعة الإسلامية. وربما الفقهاء قديما كان لديهم المرتد في مفهومهم وفي فلسفتهم أن المرتد يلحق بدار الكفر، المرتد يصبح جنديا محاربا للمسلمين هكذا. لكن الردة اليوم تختلف عن الردة الكلاسيكية الماضية، الردة الآن هو يعيش معك، يجلس معك في بيتك، يأكل معك، ربما متزوج مع زوجته وهو مرتد، لا يلحق ضررا لا بعائلته ولا بنفسه ولا بمجتمعه ولا بجيرانه، لكنه مرتد، فلماذا تقتله؟ لكن الردة في الماضي لم تكن ردة فكرية، وإنما كانت ردة مباشرة مصاحبة لحمل السلاح وقتل المسلمين والانضمام لدار الكفر أو لكتيبة الحرب، لكتيبة الأعداء الحربيين. فنحن نقتله ليس ردة، وإنما نقتله لأنه محارب، المحارب يقتل، لأن يعني المحارب أصلا هو مرصد لقتلك، فحيثما وجدته تقتله لأنه محارب، هو يحاربك. كي الفرق بين دار الكفر ودار دار الحرب؟ لا بد أن نفهم هذا. فدار الكفر ليست هي دار الحرب في الإسلام، دار الكفر قد تكون دار الكفر وبينها معاهدات، لا يوجد حرب، لكن دار الحرب مثلا كما إسرائيل الكيان الصهيوني هذه دار حرب ليست دار كفر. فرنسا مثلا دار كفر، بريطانيا دار كفر، لا نحاربها لأنها دار كفر ليست دار حرب، لكن الكيان الصهيوني دار حرب، لهذا فنحن نحاربه.
فرنسا عندما احتلت الجزائر كانت دار حرب، إذا نحاربها في عقر دارها وفي كل مكان لأنها محاربة الآن. لكن الآن لما أخذ الجزائر استقلاله وتحررت الحدود وإلى غير ذلك فهي دار كفر، يعني نعامل بالدبلوماسية وبالعلاقات السياسية السلمية إلى غيرها، أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كان. نعم، فحد الردة هذا هكذا ناقشه الفقهاء المعاصرون من هذا الباب. لماذا اختلفوا به؟ لأنه ثابت بالظن، ثابت بأدلة ظنية، يعني بالحديث لم يثبت بالآيات، والأحاديث ظنية. هذا حديث من بدل دينه فاقتلوه، بعضهم ضعفه، بعضهم قال هو حديث مرسل فهو ضعيف، وبعضهم صححه، لكن أبدا لا يرتقي إلى درجة العلم ودرجة القطع لأنه ليس بمتواتر، وهذا بإجماع المحدثين وبإجماع الفقهاء بأنه دليل ظني وليس. وما دام دليلا ظنيا فهو يخرج مباشرة، يخرج عن دائرة القطع في الشريعة الإسلامية. وبالمناسبة دائرة القطع في الشريعة الإسلامية ضئيلة جدا، ضئيلة دائرة القطع أو الأحكام المحكمة التي لا تتبدد ولا تتبدل هي ضيقة جدا، حوالي 5%، أما 95% فكله ظنيات خاضعة للاجتهادات، تتغير وهذا يفتي بكذا وهذا يفتي بكذا. هم فمثلا لو نجد إلى الصلاة، مثلا الصلاة محكمة ثابتة بالقطع، لأن الله قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لكن لو نأتي إلى تفاصيل الصلاة هل هي قطعية أم ليست بقطعية؟ اختلفوا في كل شيء إلا بعض الأشياء فقط، حتى الفرائض اختلفوا فيها. بعضهم قال القيام ليس بفريض، بعضهم قال لا الطمأنينة ليست بفريض، بعضهم قال الاعتدال ليس بفريض، وهكذا اختلفوا في تكييف الفرائض والسنن والواجبات والمستحبات إلى غير ذلك. لكن الصلاة في حد ذاتها لا، لم يختلفوا فيها أبدا، بل هي من قطعيات الدين. فانظر حكم واحد أن الصلاة واجبة أو الصلوات الخمس واجبة والجمعة واجبة، هذا حكم واحد. لكن انظر فيما بعد الأحكام التي تفرعت عن هذا الحكم، في فرائض الصلاة، مكروهات الصلاة، أحكام السهو، أحكام كذا، أحكام كذا، يعني تجدون مئات مئات الأحكام الشرعية تفرعت عن حكم واحد القطعي اللي هو فرضية الصلاة، مئات، لكن كلها ظنية واختلف فيه. الشافعي يقول كذا، ومالك يقول كذا، وفلان يقول كذا، وهكذا هو الخلاف، مفهوم؟ فدائرة القطع بالشريعة الإسلامية ضئيل جدا مقابل دائرة الظن فهو واسع. وتقول لي كيف ذلك؟ الله عز وجل هو الذي تقصد كذلك، هو الذي أراد أن تكون دائرة الظن واسعة أما دائرة القطع قليلة. لماذا؟ لتحقيق أمرين اثنين. أولا التيسير على الناس، التيسير، يعني لو كان كل شيء قطعي ليكون فيه حرج على الناس. وثانيا يعني التيسير، كيف يكون التيسير؟ التيسير يكون على حسب الزمن وعلى حسب المكان إلى غير ذلك. فالناس تحتاج مثلا في أمكنة باردة إلى أن تمسح على الجوارب، وفي أمكنة أخرى ساخنة تحتاج الجوارب، الناس تحتاج إلى أن تمسح على العمامة، وهكذا في كل بيئة لديها ظروفها ولديها يعني مخرجاتها ولديها يعني ما تحتاجه. فلهذا كان والشيء الثاني حتى نثبت بأن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان. لو كانت كل أحكامها قارة يعني نضجت واحترقت، بمعنى ثبتت خلاص لا يوجد اجتهاد، فتصبح يعني الشريعة فيها عنت، يعني ما يعيشه أهل القرن الأول من ظروف يصبح ينطبق تماما 100% مع القرن الواحد والعشرين والثاني والعشرين، عصر التقنية وإلى غير ذلك. فلهذا دائرة الظن واسعة لتحقيق هذين الأمرين، التيسير على الناس باختلاف الزمان والمكان، ثم ديمومة الشريعة وحياتها وحيويتها، بعكس لو كان كل شيء قطعي قار يعني يصبح كين صلابة، وبالتالي يصبح يعني الأحكام صلبة غير خاضعة للتكييف ولا خاضعة لهذا المعنى. نعم، إذن هذا هو دائرة القطع ودائرة الظن. أما في فقه القانون فهل السلطان الزماني لديه وجاهة؟ في القانون قال كل القواعد القانونية معرضة للتعديل والتغيير والزيادة والنقص، عكس الشريعة الإسلامية. لماذا؟ لأن القانون من الذي وضعه؟ وضعه بشر تحت ظروف معينة، إما ظروف سياسية، اجتماعية، عرفية، متعلقة بالانتخابات، متعلقة يعني
كاين اشياء كثيره تفرض على البرلمانيين الذين يضعون هذه القوانين، يعني مسوغات كثيره تجعلهم يسنون قانونا ثم ربما يتراجعون عنه. هذا فكل القوانين وحتى الدستور بحد ذاته، الدستور بحد خاضع للتعديل، تجدون دائما الدساتير تتعدل في الدول الدستور، لان رغم انه اقدس قانون واخطر قانون واعلى قانون هو الدستور، لكن في حد ذاته الدستور يتغير، ممكن الدولة تكون برلمانية تصبح ملكية، ملكية تصبح جمهورية وهكذا. إذن فالقانون، في القانون عكس الشريعة، الشريعة هنالك دائرتين، دائرة الإحكام ودائرة التأديب، دائرة القطع، دائرة الثبات المؤبد طبعا، ودائرة المتغير. وأفهمناكم أو وقد شرحنا ما هو الفرق بين الثابت والمتغير، أو دائرة المتغيرات ودائرة الثبات تكلمنا عنها. في القانون لا، في القانون كل القواعد القانونية واللوائح معرضة إما للتعديل أو التغيير. يقول التعديل، ما عند التعديل، التعديل أن تبقى في أصلها لكن يعدل فيها، يعدل بعضها. أما التغيير فهو إبدال شيء بشيء، إسقاط شيء بشيء، إسقاط شيء بشيء، إسقاط شيء بشيء. والزيادة والنقصان هي طبعا هذه تدخل ضمن دائرة التعديل، التعديل الزيادة، لأن يعني التعديل إما يكون بإنقاص أو بزيادة، المفروض هذه الزيادة والنقصان تكون تابعة للتعديل، أنا أضفتها من باب الإضافة يعني للشرح، بمعنى التعديل، التعديل يكون إما بالزيادة أو بالنقصان، هذا هو التعديل، إما أن أنقص من المواد شيئا أو أزيد عليها شيئا. أما التغيير فهو لا، فهو قانون جديد، يعني يصبح القانون الأول غير ساري المفعول، ويأتي مكانه قانون جديد جديد. نعم، مفهوم هذه المسألة في فورية في السلطان الزماني للنص الجنائي. نعم، الآن النص المكاني للنص الجنائي، وبه نختم إن شاء الله هذا اللقاء. نعم، هو يقع ضمن 6 لقاءات، هذا اللقاء الأول، وبقيت لنا 5 لقاءات لإكمال الجزئين إن شاء الله. السلطان المكاني للنص الجنائي، دائما في فقه الشريعة وفي فقه القانون، السلطان المكاني، قال لك تعمم أحكام الشريعة في دار الإسلام أو خارجه على كل الأصناف. هذا على كل حال هذا كلام أغلب الفقهاء، يقول أغلب الفقهاء الشافعية والمالكية والحنابلة، المدارس الفقهية الثلاثة تقول هذا، تقول أن أحكام الشريعة تعمم أحكام، يعني يقولوا أحكام الشريعة من ضمنها النصوص الجنائية، العقوبات، داخل الإسلام أو خارجه على كل الأصناف، على كي يقولوا على كل الأصناف، يعني على كل الأصناف إذا كانوا مسلمين طبعا، على كل الأصناف إذا كانوا مسلمين، يعني حتى ولو كانوا يعيشون خارج دولة الإسلام، هذا هو معنى الأصناف، على كل الأصناف المسلمة يكونوا خارج الإسلام أو داخله. ويعني هنا تفصيل بمعنى أن تعمم أحكام الشريعة في دار الإسلام، في دار الإسلام على كل الأصناف، إذا كانوا ماذا في دار الإسلام على كل الأصناف، مش معنى الأصناف مسلم أو غير مسلم، ذمي، صاحب الأمان، المستأمن، كل الأصناف داخل الإسلام. هنا لابد من المراجعة لهذا النص، لحظة تكون دقيقة. تعمم أحكام الشريعة في دار الإسلام لكل الأصناف، كل الأصناف نقصد بهم هنا، ممكن نديروا قوس مسلمين ورعايا، نقولوا رعايا تدخل فيهم كلش، ورعايا أو خارجه بالنسبة للمسلمين، بالنسبة للمسلمين يعني خارج دولة، خارج دار الإسلام، الشريعة تعمم في دار الإسلام. ما هي دار الإسلام؟ هي التي تحكم أو التي هي التي يغلب فيها الإسلام، هذه دار الإسلام لكل الأصناف، في دار الإسلام لكل الأصناف، مسلمين ورعايا، بمعنى الذمي الذي يعيش في دار الإسلام، لو مثلا عفوا، لو مثلا الذمي الذي يعيش في دار الإسلام ارتكب شيئا دما، لا بد أن يقتص منه، وهكذا يعني لا بد أن تطبق، سرق لا بد أن تقطع يده، هذول الرعايا غير مسلمين ذميين،
ما داموا في دار الإسلام التي يحكم فيها الإسلام، فتعمم أحكامه في دار الإسلام تعمم. هذا مذهب الثلاثة، مذهب المالكية والحنابلة والشافعية. نعم، أو خارجه بالنسبة للمسلمين فقط، إذا كانت الدار ماهيش دار الإسلام وإنما دار حرب أو دار دعوة، مثلا كما في إسرائيل مثلا، هي دار حرب، إسرائيل دار حرب، الكيان الصهيوني دار حرب، إذا هذه دار حرب لو كان فيها مسلمون يعيشون تطبق عليهم تعاليم الإسلام، لا بد يطبقون تعاليم الإسلام، ما يقولوش أنا نسكن في دار الله، أنا أسكن دار الحرب، إذا لست معنيا بأحكام، لا لا بد. أو دار الدعوة، لأن الدور عندنا ثلاثة، دار إسلامي هي التي فيها كنف الإسلام والمسلمين فيها، ثم دار الحرب مثل الكيان الصهيوني، ثم دار الدعوة مثل بقية الدول الأوروبية مثلا والغربية، دار دعوة، الناس يعني هي مفتوحة للدعوة وفيها مسلمون ويعيشون بأمان إلى غير ذلك، فهي دار دعوة بمعنى لا تقاتل المسلمين، لا يوجد بيننا وبينها حرب، لكنها كافرة فتسمى دار دعوة. فإذا تعمم أحكام الشريعة في دار الإسلام لكل الأصناف، مسلمين أو رعايا، سواء كانوا زائرين، مسلمين، ملحدين، ذميين، مستأمنين، كل من ارتكب جريمة يعني من هذه الجرائم لابد أن يطبق عليه أحكام الشريعة الإسلامية، جرائم الجنايات. ثم قال أو خارجه، خارج دار الإسلام بالنسبة للمسلمين فقط إذا كانوا ساكنين فيها، سواء في دار الدعوة أو دار الحرب، إذا سكن المسلمون بالنسبة للمسلمين أو خارج دار الإسلام بالنسبة للمسلمين فقط، هذا هو، هذا مذهب أغلب الفقهاء الثلاثة، المدارس الثلاثة، المالكية والشافعية والحنفية. صحيح، وهناك مذهب، نقرأ هذه على كل الأصناف، على المسلمين بالنسبة للمسلمين فقط، بمعنى الذمي الذي يسكن في دار الكفر، ذمي لا شأن لنا به، لا شأن لنا به، هو أصلا كافر، يعني كيف نطبق عليه تعاليم الإسلام؟ هو في فرنسا أو في إسرائيل، الكافر الموجود في إسرائيل أو الكافر الموجود في فرنسا أو هؤلاء، يعني لا يطبق لأنهم ليسوا مسلمين. وهناك مذهب أقل توسعا من الأول، لو الواسع قالوا، وهو أن تطبيق الأحكام فقط على المقيمين في دار الإسلام دون غيرهم، وهو مذهب أبو حنيفة، وهو مذهب بعض الأحناف، مذهب، وهناك مذهب بعض الأحناف، بعض الأحناف، وهو أقل توسعا، ماذا يقول؟ وهو أقل تسرعا، يذهب أن تطبيق الأحكام فقط على المقيمين في دار الإسلام دون غيرهم، في دار الإسلام دون غيرهم، بمعنى المسلم إذا كان يعيش في دار الكفر لا تطبق عليه أحكام المسلمين، هذا هو المعنى، بمعنى أن أقل توسعا يذهب أن تطبيق الأحكام نعم دون غيرهم. وهناك رأي أضيق من هذا، وهو رأي أبو حنيفة، رأي أضيق لأبي حنيفة، إيش يقول؟ لأبي حنيفة، لحظة، حنيفة، أن الأحكام تطبق فقط على المسلمين في دار الإسلام دون رعايا الإسلام من أهل ذمة وأمان وغيره. المذهب الضيق ماذا يقول؟ يقول أن الأحكام تطبق فقط على المسلمين في دار الإسلام، بمعنى أن الذمي الذي يعيش بيننا أو المستأمن الذي يعيش في دار الإسلام لو قتل لا يقتل، لو زنى لا يجلد، لو سرق لا تطعن، هذا هو المعنى. المذهب الثاني ماذا يقول؟ يقول أن تطبيق الأحكام فقط على المقيمين في دار الإسلام دون غيره حتى ولو كانوا مسلمين، يعني المسلم الذي يقيم في دار الكفر أو في دار الدعوة هذا لا تطبق عليه أحكام الإسلام، لا تطبق عليه أحكام الإسلام. لكن وقول أضيق منه وهو لأبي حنيفة أن الأحكام تطبق فقط على المسلمين في دار الإسلام دون رعايا دار الإسلام، أما الرعايا الذين يعيشون في دار الإسلام من أهل الذمة وأمان وغيرهم هؤلاء لا تطبق عليهم، مفهوم هذه الأقوال. لكن الذي عليه الأكثر هو ماذا؟ هو القول الأول، تعمم أحكام الشريعة في دار الإسلام لكل الأصناف، مسلمين ورعايا في دار الإسلام، يعيشون في دار الإسلام مسلمين ورعايا، رعايا من هم؟ أهل ذمة،
أهل أمان، أهل عهد، أهل صلح، زائرين، يعني يعيشون داخل دار الإسلام، لكن غير مسلمين طبعا. يعني لو كانوا مسلمين لما قلنا بأنهم رعايا، قلنا مسلمين. نعم. أما المسلمين فمطلقا ما دام يعيشون داخل دار الإسلام فتعمم عليهم أحكام الشريعة، وأيضا الرعاية. أما خارج دار الإسلام فلا تطبق إلا على المسلمين فقط، وهذا واضح ومنطقي. الذي يعيش في فرنسا الكافر الذي لا تلزمه أحكام الشريعة طبعا، وبالتالي لا نطبق عليه، لا شأن لنا به، فهو لا يعيش بيننا وفي دارنا. هذا المذهب الأول هو الذي عليه الأكثر. المذهب الثاني لبعض الأحناف ماذا يقول، وهو أقل توسعا، يذهب أن تطبيق الأحكام فقط على المقيمين في دار الإسلام دون غيرهم، يعني سواء كانوا مسلمين أو رعايا، فقط في دار الإسلام، بمعنى أن الذين يعيشون خارج دار الإسلام سواء كانوا مسلمين أو رعايا فلا تطبق عليهم أحكام الشريعة. وهنالك رأي أضيق منهما، وهو لأبي حنيفة، أن الأحكام ما بها، لحظة، أن الأحكام فقط تطبق على من يقيم في دار الإسلام فقط، يعني أن الأحكام تطبق فقط على المسلمين الذين يقيمون داخل دار الإسلام، بمعنى غير المسلمين الذين يقيمون داخل دار الإسلام فلا تطبق عليهم الأحكام مثل أهل الدين. أما السلطان المكاني، النص الجنائي في فقه القانون، قال يحدد التطبيق في إقليم الدولة، يحدد التطبيق يعني تطبيق النص الجنائي في إقليم الدولة على جميع الناس، وطني أو أجنبي أو مقيم أو سائح. لو جاء سائحا وسرق لطبق عليه القانون، مقيم، أجنبي، أي نعم، ولا استثناء لهذا المبدأ تطبيق القانون. إذا فهمتم الآن الخلاف بين القانون بين الشريعة والقانون في هذه المسألة. الشريعة تراعي قضية الرعاية إذا كانوا خارج الرعاية داخل الإسلام وخارج الإسلام إلى غير ذلك. أما في القانون فكل الناس سواسية تحت مظلة القانون، سواء كانوا وطنيين أو أجانب، مقيمين أو سائحين إلى غير ذلك. نعم، هذا ما في جعبتي في هذا اللقاء الأول الذي يضم وحدتين تقريبا. تكلمنا في خلاصة عن تعريف الجناية والجريمة، وفرقنا بينهما وذكرنا تعريفهما في الشريعة والقانون، وأيضا تكلمنا عن الجرائم من حيث نوعها، تكلمنا أيضا عن مبدأ شرعية التجريم والعقاب، تكلمنا عن السلطان الزماني والجنائي، الزماني للنص الجنائي، وتكلمنا عن السلطان المكاني للنص الجنائي. من لديه سؤال؟ بقي 3 دقائق، هل هنالك سؤال أو إشكال أو إلى غير ذلك؟ تتفضلوا، من لديه سؤال؟ نسألك عن الملخص اللي أنت كاتبه، كيف ناخده؟ نعم، رسم بياني. نعم سأرسله إلى المنسق والمنسق سيرسله لكم إن شاء الله. طيب شكرا لك، تمام؟ يعطيك ألف عافية. إن شاء الله. إذا أترككم في رعاية الله وحفظه، واللقاء المقبل إن شاء الله سنكمل إن شاء الله دروسنا بحول الله. هكذا؟ إذا فتحياتي لكم جميعا، السلام يعطيك عليكم العافية. ورحمة الله وبركاته. ترجمة